طيب كده يا شباب تاني، معلش عشان ريكوردينج، وإزيكم عاملين إيه؟ نبتدي أول حاجة نعرف نفسنا الأول ليكو. أنا يوسف إكرامي، مندوب تانية اتصالات، ومعايا أحمد طارق ومحمد مبروك وسندي نجيب ومحمود عبد السلام صخري طبعا ويوسف أحمد ومحمد عصام، كل دول اللي كانوا ماسكين تمات المواد الترم الاولاني. تمام، احنا كنا عايزين بس نعمل ليك سيشن في الاول عشان تعرفوا بيها كل المواد وايه التفاصيل اللي حصلت فيها وتجربة عامة بس بكل حاجة بتحصل طول السنة، واحنا قعدة صحاب عادي ماشي، ولا في اي دكتور او معيد او اي حد موجود، احنا تقريبا نفس السن او فرق سنة حاجة بسيطة جدا، فاحنا قاعدين مع بعض بس بندردش، وكل واحد حابب يسأل سؤال أو حاجة يريز هاند وعشان بس ما يقطعش اللي بيتكلم، وأنا هقول له أو هبتدي أنبه للي بيتكلم إن هو إيه تقدر تتكلم ساعتها أو تسأل. تمام، أي حاجة حاببها أو عايز تتكلم فيها اسألنا على طول وإحنا هنقول لك. السيشن هتمشي إزاي إن شاء الله؟ أول حاجة عندنا الانترودكشن، ودي هتكلم فيها معاكم بس اللي هي كانت اصلا البدايه ان احنا مين، وبعد كده هقول لكم السيشن هتمشي ازاي. تاني حاجه هنتكلم على الكورسز بتاعتنا او المواد يعني بالتفصيل، اللوجيك والالكتريك والهيت ترانسفير او ثيرموداينامكس، وبعد كده انا نسيت الفيزيكال اوبتكس والماس والتفكير العلمي scientific thinking والانتربرينور شيب. تمام، طب انا بعت لكم فورم من يوم تقريبا اللي هو امبارح، كنتوا كلكم تكتبوا فيها اسئلتكم والمشاكل اللي عندكم كلها عشان نبتدي نجاوب عليها في السيشن ماشي. هو كل واحد من الماسكين تيمات المواد عرف الاسئله او الحاجات اللي انتوا طلبتوها ان هي يتجاوب عليها، فمن خلال الكلام هم هيجاوبوا على الأسئلة دي. طب لو السؤال بتاعك ما تجاوبش بعد كده هتروح مريز هاند في نفس المادة دي وتخش تسأل. تمام، طب في آخر حاجة عندنا في السيشن هي الـ Q&A. Q&A هي عبارة عن الأسئلة اللي انت عايز تسأل بيها عن السنة كلها عامة، سواء بقى عايز تشترك في student activity معين، وبخصوص ده كان في حد سأل على IEEE، فساندي نجيب هي السكرتاري اي تريبل اي السنه دي، وهتتكلم معانا 5 دقائق في الاخر عن اي تريبل اي عامه بتفاصيلها كلها. تمام، وكان في كذا حد تاني سال عن تفاصيل كتير جوه الكليه او ازاي السنه هتمشي او هتعدي ازاي بكل تفاصيلها بقى، فساعتها خلي سواء انا اللي هرد او اي حد تاني من الناس هترد عليكم وننقل خبراتنا بس لبعض، زي ما كان في حد عرفنا ايه الدنيا هتمشي ازاي السنة اللي فاتت والسنة دي، احنا بنحاول ننقل لكم ده بس. فا اي وقت عندكم اي مشكلة ريز هاند على طول واحنا ايه هنتكلم سوا. اول حاجة نبتدي بيها هنبتدي باللوجيك سيركتس مع صقر. اتفضل يا صقر. السلام عليكم، اهلا يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مبدئيا احنا هنتكلم يعني عن اللوجيك سيركتس، عايزين كلامنا ما يبقاش متعمق قوي عشان احنا المفروض معاكم الكتالوج والمفروض فيه الكلام كله، بس نبدي كلام سريع عن الماده كده. الماده عامه هي اساس ازاي الكمبيوتر شغال او ازاي الكمبيوتر بيتعامل مع الحاجه. الكمبيوتر فيه جزء انالوج وفيه جزء ديجيتال، هنا الماده دي بالذات بتتعامل مع الجزء الديجيتال. تعمل مع الجزء الديجيتال ازاي؟ احنا جميع البيانات اللي حوالينا في الدنيا، حد يقول لي كده ايه البيانات الموجوده؟ ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون رقم، ممكن تكون صوره، ممكن تكون فيديو، ممكن تكون فيديو اللي هو صوت وصوره، ممكن تكون صوت. احنا عندنا طريقه ان احنا نخزن البيانات دي في صوره باينري. يعني ايه باينري؟ يعني انا لو جبت 0 وجنبه 0 وجنبه 0 وجنبه 0، ده شكل. احنا اتفقنا مثلا ان ده بيعبر عن رقم 0. طب لو انا حطيت 1 في الاول، لا كده بقى ده 1، لو حطيت 0 1 كده بقى ده 2. فانا عندي
الارقام جنب بعضها كده هو مجموعه من الزيروز والونز، اقدر من خلالها اقدر اقرا او افهم ايه البيانات دي. يعني تاني احنا عندنا مجموعه من السلاسل من الارقام دي من الزيروز والونز، منها بقدر اعبر او ادي قيمه، القيمه ديت احنا اتفقنا عليها ماشي. فاحنا اساس البيانات في العالم، يعني خلينا باختصار اساس البيانات مكون من اصفار وواحات، معناها ان الحاجه تكون يا اما ايده يا اما مطفيه. فاحنا عندنا في الجهاز بتاعنا في حاجه اسمها اي سي، الاي سي موجود فيها ترانزستورات، ترانزستور يا اما يكون بيكون ايد يا اما مطفي، فمعنى ان هو ايد معناه ان هو واحد، معنى ان هو مطفي معناه ان هو زيرو. فالبيانات عندنا ديت عايزين بقى نخزنها، عايزين نخزن فولدر، عايزين نبعت رساله، عايزين نعمل عمليه حسابيه، عايزين نعمل بروجرام. يعني انتوا لو خدتوا في اعدادي البرمجه مثلا، اي برمجه بتتعمل اساسها كلها ايه؟ بتعمل فور لوب مثلا، بتعمل بتزود ارقام، بتجمع ارقام، بتطرح ارقام، فانت اساس كل حاجه عمليات على ارقام. الارقام ديت بنعبر عنها بشويه زيروز وانز او اصفار او واحات، او ان الحاجه تكون ايده او مطفيه. احنا في الكورس ده ما بننزلش للليفل بتاع الترانزستور، احنا بنبقى فوق بشويه، ان احنا بنعبر عن الترانزستور دول بعمليات شبه عمليات العمليات الحسابيه بتاعه الجمع والطرح. الموضوع مش هيبقى واضح قوي، بس تخيل معايا ان انت لو العمليات الاساسيه جدا، انت بتجمع رقمين فبتدخل لك واحد واحد تطلع اتنين، هو عندنا هنا في اللوجيك بتدخل واحد واحد تطلع واحد، ومثلا ده في عمليه شبه الاور مثلا او الانت، انتوا خدتوها في ثانوي، لو انتوا خدتوها في ثانوي. فانت عندك عمليات اساسيه اور واند ونوت، العمليات الاساسيه ديت بتقدر بيها تعمل بلوكات، البلوكات ديت تجمع لك وتطرح لك. ومثلا عارف انت في القطوره مثلا عايز تغير الطريق، تمشي من طريق لطريق تاني، يعني مثلا لو دخلك زيرو يبقى امشي من الطريق ده، لو دخلك وان يبقى تمشي من الطريق دي. كل العمليات ديت تنترك يعني تعتبر عمليات أساسية، منها بنقدر نبني أي حاجة حرفيا، حرفيا بتبني بيها أي حاجة، أي فانكشن في الدنيا، حاجة بتجمع، حاجة بتطرح، حاجة، أي حاجة بالعمليات الأساسية بتاعت الأور والأند والنوت. فدي مبدئيا الحاجات الأساسية اللي بنستخدمها وبنتعلمها ونفهمها ونفهم إزاي الداتا أصلا بتجيت ريبريزنتد والكلام ده كله. ده في الجزء الأولاني من المنهج، الجزء اللي هو الكومباينيشنال سيركت، اللي هو اللي بيعتمد ان انت بتدخل لك انبوت وبيخرج لك اوتبوت على طول، بتدرس فيه كلام كتير كده من النوعيه دي. تدخل بقى على الجزء الثاني، او بيدخلوا هما الاثنين مع بعض. يعني هو المنهج بيمشي كالاتي، بيمشي جزء كومباينيشنال بتاخد اساسيات في الاول، بعدها بتمشي كومباينيشنال اللي هو بياخد انبوت وتخرج الاوت. بعدها بيحصل دكتور ثاني، يعني مبدئيا الدكتور في الاول كانت اسمها دكتور نعمت، ان شاء الله تديكم، هي اللي بتشتغل معاكم الجزء ده كله. ومره واحده بيجي دكتور تاني يدي معاها، بيدي جزء تاني خالص، منهج تاني مختلف. الجزء التاني بيعتمد على ان في عنصر الوقت في الموضوع، ان انت هو مبدئيا عنصر الوقت، مش هندخل في تفاصيل اكتر، بس انت بتتعلم ازاي تعمل كلوك، بتعمل عداد، بتعمل اسمه ايه، حاجة بتخزن، حاجة بتتحرك زي ما تقول كده، بتتحرك في سيكونس معين كل ما مر عدد معين من الوقت. فيعني ده موضوع المادة بشكل عام. هي مادة جديدة شوية، فيها الكونسبت مختلف، فانت لازم في الاول تدي لها مجهود ان انت تفهم ايه المقصود بالحاجات دي، يعني ايه ده، لان انت مش تبقى عديت على الحاجه، ان هو مش زي يعني مثلا السيركتس، انت خدت سيركتس قبل كده، الرياضه انت واخد رياضه كتير، الفيزياء انت خدت فيزياء كتير، انما لا، ده مفهوم جديد تماما بتحاول تفهمه من اول وجديد. فانت لازم تدي لها شويه مجهود في الاول علشان يعرفوا تعرف يعني تتاقلم معاها. فده مثلا على الماده. المادة عندك متقسمة 90 درجة فاينل و 60 أعمال سنة، 20 ميد و 20 كويز و 20 معمل. أعتقد يعني ممكن تقسيمة تتغير، أو يعني على حسب السنة، مش مهم أوي الموضوع ده. عندك دكتور نعمت، للأسف دكتور نعمت ما بتسمحش بتصوير المحاضرات، فهتضطر تحضر لها علشان تقدر تواكب مع المنهج. بلاش بجد إن أنت ما تحضرش، علشان هتضطر لو المنهج اتراكم عليك، كل محاضرة تبقى مبنية على المحاضرة قبلها، حرفيا مفيش محاضرة غير وهي مبنية على المحاضرة قبلها. فانت لو وقع منك محاضرة
مش هتقدر يعني زي ما تقول كده موضوع مختلف فتبدأ من أول جديد وتبقى اللي بعده تجيبه بعدين، لا أنت مش هتفهم، فأنت هتراكم وهيقعد يتراكم عليك حاجات كتير ورا بعضها. حاول تخليك يعني يعني بتحضر على طول أو على الأقل عارف هم واصلين لفين في الكلية. فأكتر من حد قبل كده سأل أذاكر منين، يعني بص أحسن مصدر للمذاكرة بالنسبة لمنهج الكلية هو السلايدز. السلايدز هو ده المنهج اللي الدكتور بتقوله، فأنت لو فهمت السلايدز وحليت الشيت كويس أنت خلاص كده تمام. يعني مبدئيا تمام، لو بعد كل محاضرة حليت السلايدز وحليت الشيت أنت الحمد لله كده كويس. حسيت إن أنت مش فاهم سواء من المحاضرة أو أسلوب الدكتورة مش مناسب ليك أو السلايدز مش واضحة بالنسبة لك، عندك مصادر كتير قلناها على النت، في ناس قالت دكتور كذا، دكتور في دكتور في عين شمس، وفي دكتور تاني تقريبا في كلية حاسبات، وفي تقريبا نيسو أكاديمي، دول كلهم مصادر كويسة بس هم بيكون ليهم اهتمامات مختلفة. أو يعني إيه اهتمامات مختلفة؟ دكتورة بتبقى مركزة على نقطة معينة، هو أنت مش هتسمع من الدكتورة الموضوع مش يعني، وأنت لما تسمع من الدكتور التاني مش هتحس بنفس الاهتمام للنقطة دي، فالنقطة دي بتجيبها في الامتحان. فانت لازم تبقى على الاقل فاهم احنا الدكتوره اهتمت بايه، او لو بتقرا نوتس مثلا ورا حد بيكتب نوتس عندكم في الكليه في الدفعه وهكذا. وبالنسبه لنيسو فهو منهجها مختلف شويه، فانت يعني في ناس كتير رشحت ان انت لو في جزئيه بالذات ما فهمتهاش تروح تسمع الجزئيه دي، تبحث كده نيسو اكاديمي وتكتب جنبها اسمه ايه الجزئيه اللي انت ما فهمتهاش، هتلاقي فيديو بيشرح الجزئية دي، بس هتسمعه فهمت الحتة دي خلاص تمام. خلاص بقى انت الحمد لله تمام، عندك اسمه ايه السلايدز وبتسمع الدكتور كويس، عندك المراجع. لو انت يعني من هواة المراجع وبتعرف تقرا فيها كويس وما بيضيعلكش وقتك، تقدر تفتح المراجع ماشي بنفس السيكونس بتاع المنهج بالظبط تقريبا، يعني كاد يكون نفس السيكونس، ما عدا ممكن لما ندخل في الجزء الثاني اللي هو بتاع دكتور ابراهيم قمر اللي هو الدكتور الثاني ممكن الدنيا تختلف شويه، بس هتعرف طريقك وشرحه حلو قوي وهيعجبك. بس ما يكونش بس فاهم انت، في ناس عندها ما بتعرفش تقرا مراجع بسرعه فبياخد وقت منها كتير قوي، فلو عندك المرجع لو عايز تقرا منه يعني موضوع جميل جدا. طب في ناس بتسال مثلا احل منين الشيت، كويس جدا لو انت بتحل اول باول. هتيجي بقى فترة الامتحانات فترة الكوزات، لازم تحل الكوزات دي لازم، مش موضوع خيار، لازم قبل الميد قبل الكوز او قبل الفاينل تحل كوزات قديمة او ميدات قديمة، لان مستوى الشيت بيبقى مختلف شوية عن مستوى الفاينل او مستوى الميد او يعني وهكذا. صح ان الميد على دفعتنا كان سهل، بس ده مش شرط، الميد الدفعة اللي قبلنا كان صعب جدا، صعب يعني مش عايز صعب جدا بس في حاجات غريبة جدا وما كانش بالنسبة لنا مقبول وكنا خايفين من الميد، والحمد لله جاي سهل، بس ده مش شرط، انت لازم تكون عامل حسابك ومستعد. لازم تحل امتحانات قديمه بالذات قبل، يعني الشيت مش هيكون اخر حاجه ونهايه الموضوع. المرجع لو انت الشيت مثلا حليته بسرعه ومعاك وقت، فانت ممكن تفتح وتلاقي على كل درس برضو بما ان هو احنا ماشيين نفس السيكونس هتلاقي كام سؤال خفيف، يعني مش عدد الاسئله الخرافي بقى والكلام ده، وما بيبقاش كلهم صعبين يعني، ما اعتقد لو حد فتح مراجع قبل كده مش الحاجه الواو على طول، ده احيانا بيبقى في حاجات في الامتحان بتبقى اصعب بكتير من المراجع. احيانا السيركتس عندنا مثلا اعتقد ان في مسائل في الفاينل اصعب من المراجع بكتير، فلا موضوع المراجع مش بالصعوبه اللي انت متخيلها، ما تدهاش رهبه ده مرجع وبتاع، لا خلي نفسك منفتحه شويه ان انت تتفاعل معاها، فانت هتلاقي عدد مسائل صغير، واعتقد ان احنا في سنتنا حاولنا نجمع المسائل دي لو لقيتوها، لو انتوا قدرتوا تكملوا المسيرة وتجمعوها بشكل منظم اكتر وتحلوها بشكل منظم يكون احسن بكتير. تمام. الامتحان بقى نفسه، المادة انا مش هقدر اكلمكم عنه كتير لان هو كان بالنسبة لنا كان يعني الحمد لله كان جاي لنا سهل واغلب الناس حلت فيه كويس، فانا ما اعرفش صعوبته هتكون في ايه، بس خلينا نتكلم على الفاينل واللي في الاغلب بيكون يعني حاجة صادمة شوية. او لا خلينا في الاول، عندنا في مبدئين معامل في المادة دي، المعامل على ما اتذكر كانت اكواد، الاكواد ديت بتعبر عن اسمه ايه عن ال معلش شفت انتوا، مش احنا قلنا ان في عمليات اساسيه اور واند ونوت، العمليات الاساسيه دي انا ممكن اعبر عنها بكود، الكود ده بيجيت يعني
بيترجم العمليات دي بطريقة ما. هي يعني العمليات دي أصلا سيركت أو دائرة كهربية أو دائرة منطقية، فهو الكود ده لما بيتكتب بيترجم للعملية للحاجة دي. فأنت أي حاجة ترسمها أو أي فونكشن أو أي ديزاين بتعمله في المحاضرة ممكن تاخده وتكتبه بكود معين كده، حاجة اسمها هاردوير ديسكريبشن لانجوج، لغة بتصف الهاردوير، فبتصفه وبتكتبه يعني بتاخده وترجمه على كود. بيبقى الموضوع بسيط خالص، حاولوا تفهموها بعمق شوية. الموضوع مش هيكون واضح في الكلية للأسف، مش مشروحها كويس، بس حاول انت تفهمها بعمق وتبحث عن النت اكتر، في حاجات عن النت كتير، علشان الموضوع ده مهم جدا لو حد عايز يتخصص ديجيتال عامة. وجزء الهارد في جزء هاردوير بقى بإيدك، ده ان شاء الله يكون سهل وبسيط، بيعمل حاجات بسيطة. هتروح المعمل وهتركب الاي سي بإيدك، تشوف اللي هيحصل لما تحط اون اوف والكلام ده، وتاخد الكيت، هتاخد الكلام ده عامه. فده جزء المعامل. وعندك في جزء الامتحانات في الكوزات، باشمهندس رومونا على سنتنا كان للاسف مش كل امتحاناته سهله، فيعني ما تحاولش تاخد على ان الكوزات تبقى سهله، لا، في كوزات بتبقى صعبه، في كوزات بتبقى طويله، فخلي ايدك سريع في الحل وما تغلطش، علشان احيانا ممكن انت تبقى انت اسمه ايه انت فاهم بس انت ما بتحلش بسرعه، لا مشي ايدك في الحل، وعارف ان الكوزات المفروض تبقى سهله بس هو ممكن ما يكونش سهله مع الباشمهندس اسمه ايه باشمهندس رومون، ده المعيد اللي بيدي فيه على سنه، الله اعلم ممكن يديكم ولا لا، بس هو في الاغلب المفروض يديكم. في الماده انا قلت ان هو كان سهل، فانا ما اعرفش غير ان انتوا يعني اقول نظامه كان مجموعه مسائل ام سي كيو وبعدها كام سؤال ديزاين، كانوا بيبقى معروفين هيبقى نوعهم ايه، يعني في انواع مثلا هيبقى في ديكودر ولا ديزاين بحت ولا ايه، فانت هتبقى يعني واخد نبذه عن الموضوع لو حليت مسائل قديمه، فعشان كده امتحانات قديمه، فعشان كده حل امتحانات قديمه. في الفاينل بقى ده اللي بنرجو منكم، ان انتوا يعني تبقى داخل مستعد سواء نفسيا او ان انت حالل، اللي انت للاسف هو الماده لذيذه وهتحبها، بس الفاينل بتاعها على في سنتنا والسنه اللي قبلها والسنه قبلها كان طويل جدا. يعني مش بنقول المادة صعبة، بس لا، لازم نتفق مع بعض ان الفاينل كان طويل جدا وكان في مسائل كتير قوي محتاجة ان انت يكون عندك problem solving skill، اللي هو ان انت بتعرف تحل مشاكل كده بشكل arbitrary تماما، اللي هو كده يعني كان في نسبة، يعني مش بخوفك بس لا، كنت محتاج ان انت على الاقل تبقى متدرب على حل مسائل الديزاين كتير. كان برضو مسائل، بص، كان متقسم جزء دكتور نعمت كان عليه لود كبير قوي، وجزء دكتور عمر. جزء دكتور نعمت كان متقسم برضو اختياري. دكتور عمر مين؟ معلش. عمر. جزء دكتور عمر. جزء دكتور نعمت كان في الاول مسائل ام سي كيو، بعدها مسائل ديزاين كتير كتير، يعني حرفيا كان ممكن تجيب لك السؤال ديزاين كذا كذا عن طريق واحد، او حل سؤال تاني او عن طريق كذا او عن طريق كذا، ده في السؤال الوحيد. فانت حاول تبقى ايدك متعوده على الحل اكتر، وتحاول لما انت تحل مسائل تفهم هي ماشيه ازاي، مش السؤال ده بيتحل كذا كده وخلاص، مش يعني حته الفهم دي لازم تدي عليها شويه، يعني ان انت ازاي مش عارف اوضح النقطه دي ازاي، بس حاول تبقى فاهم وخلاص، يعني ما تبقاش مبسوط. طب انت شايف في الاخر كده ايه اللي ممكن يعمله من الاول السنه لغايه اخر السنه عشان يبقى في كل كويز وكل فاينل او كل امتحان يعرف يطلع بالمعلومه اللي تفيده عامه، او يعرف ينجز على طول الحوار كله؟ بص، وانت لو حضرت، بص، احنا خلينا نتفق مع بعض، احنا عدينا، انتوا عديتوا في سنه اعدادي وعارف، كلنا عارفين الموضوع. لو انت حضرت وبعدها لو ما تروح حليت الشيت بضمير واديت لنفسك نوع من النقاش مع اصحابك، او المسائل لو في مسائل صعبه، ولو انت دورت على اي حاجه صعبه كده، او يعني حاولت تحل او تفكر بدماغك ان انت تفهم ديزاين جديد او انت تعمل حاجه بايدك، خلينا في الجزء الاول. لو انت حضرت وحليت الشيت ده كفايه، وجيت قبل الامتحانات اديتها فتره معينه ان انت تحل كوزات قديمه وامتحانات قديمه، هتحل كويس بجد، لان الماده كلها قايمه على الاستنتاج، فانت يعني او يعني قايمه على بعضها. فانت لو ان الالتزام هي اساسها. ايه اللي ممكن يعمله؟ يعني مش عارف، انا شايف ان انت تلتزم، ده اقصى حاجه بجد. يعني لو حد عنده راي تاني من الشباب، يعني
يعني لو حس ان هو في حاجه كان لو كان عملها كانت هتفيده اكتر يعني اللي موجودين. انا حابب اضيف يعني اتكلم شويه عن الماده ده بعد اذنك يا ساره. طبعا اتفضل اتفضل. دلوقتي الكورس ده يا جدعان من الكورسات التقيله جدا اللي بتديك فعلا اساس حلو قوي لو انت حابب تشتغل في الديجيتال بعد كده. فمبدئيا كده انت الكورس ده داخل هتدخله مبدئيا كده يعني في الاول اكيد اكيد هتبقى شايل همه، هتبقى مستصعب الدنيا، ممكن ما يعجبكش شرح الدكتور، كل ده طبيعي لانك داخل تخصص جديد بعد اعدادي في موضوع مختلف. الكورس اللوجيك ده بالذات هو فيه جزئين اللي هو الكومباينيشنال وعندك بقى جزء السيكوينشال ده اللي هو بتاع دكتور ابراهيم قمر. جزء الكومباينيشنال ده هيكون بنسبة كبيرة سهل شوية بالنسبة للكورس التاني الجزء التاني، بس الجزء التاني مشكلته مش مشكلة شرح أو مشكلة صعوبة على قد ما مشكلة الوقت، لأن أنت هتتزنق في الجزء ده أكتر من الجزء ده. وعادة أو غالبا جزء السيكوينشال هو الأهم في اللوجيك ديزاين أو في الديجيتال ديزاين، فحاول على قد ما تقدر لما تيجي تبدأ الجزء ده تيجي على نفسك شوية، ما تأخرش محاضرات لأن ده مهم جدا. الكورس ده ايه الحاجة اللي ممكن تفيدك لو بدأت منها من الأول عشان تبقى كويس في الامتحانات؟ هي ببساطة جدا ما تراكمش المحاضرات بتاعتك، لأن تراكم المحاضرات دي هتخلي عندك ضغط كبير جدا قبل كل كويس وقبل كل ميد وقبل كل فاينل. الميد بيكون سهل غالبا، بس في الفاينل بيكون الامتحان صعب. طب أجهز للفاينل ازاي؟ بإنك تحل فاينالات قديمة كتير على قد ما تقدر. طب اذاكر المادة منين؟ سلايدز كويسة جدا زي ما قال صقر، وعندك اوبشن تاني ان السلايدز دي اصلا بتكون جاية من ريفرنس الدكتور بيجيب منها سكرين شوت تقريبا، فانت لو جبت الريفرنس ده وجبت نفس الجزء اللي موجود في السلايدز وجيت تقرا منه هتفهم اكتر من السلايدز، لان السلايدز بتكون مجمعة حتت كده من الريفرنس فانت ممكن تكون متلخبط. لكن في الريفرنس لو بتذاكر منه، هو كلمة ريفرنس أو مرجع إيه ده، دي كلمة بتخض قوي، بس صدقوني ممكن تكون أوبشن حلو إن أنت تفهم حاجة بجد. غير كده فصقر يعني غطى كل حاجة تقريبا واتكلم عن حاجات كتير، بس كده تقريبا يعني. شكرا يا يوسف. ماشي اتكلم حاجة بسيطة خالص. هو موضوع المراكمة احنا ما بنهزرش فيه، لان هو للاسف المادة كانت كتير، كان فيها محاضرات كتير او عدد محاضرات كتير، فكان الموضوع بيبقى تقيل شوية ان احنا نواكب مع الموضوع. فحاول تدي من الاول ان انت ما تراكمش حاجة علشان تعرف تواكب بس مش اكتر، وحل امتحانات فاينل كتير قبلها كتير 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 بس. وشكرا. طب دلوقتي يا شباب في اي اسئلة عندكم؟ اي حد عنده سؤال يريز هاند على طول عشان نلحق نخش على المادة اللي بعدها. هنخش على المادة اللي بعدها الهيت ترانسفير والثيرموداينامكس. اتفضل مبروك محمد. مبروك، كان هو اللي ماسك تيم المادة دي، والمادة دي كانت بتخض جدا في الأول لأن إيه علاقتها أصلا بالاتصالات وإيه التفاصيل الغريبة دي وأنا مالي أصلا وليه أمسك المادة دي أو حتى ذاكرها وكلنا حتى كنا اللي هو إيه يعني إحنا ليه نحضر المحاضرة دي أصلا. فمبروك هيتكلم معانا كده، هو كان ايه شايف المادة دي ليه كويسة او ليه كان بيعمل فيها مجهود، وهي كده كده كانت من المقررات بتاعتنا ومهمة جدا لينا، فهنسمع منه. طيب ماشي. تمام يا يوسف. بص يا جدعان، احنا عايزين نتكلم اول حاجة على الفكرة بتاعت المادة. بص، هو احنا في الكلية عندنا هو بيفكر ان هو ايه لازم برضو تكون فاهم في التخصصات التانية. فانت تسال نفسك، طب انا ليه اخد ماده مثلا من ميكانيكا؟ هستفيد ايه؟ هو الفكره ان انت لما تيجي تحتك مع اي بقى مهندس لاي قسم تاني بتبقى في اساسيات لازم تكون عارفها. فهو ده بتبقى الحكمه من ان انت تاخد ماده من ميكانيكا او كده يعني. بس احنا الماده عندنا هي مقسومه اتنين، جزء هيت ترانسفير وجزء ثيرمو. فانت ايه مثلا لو هنتكلم على الجزء بتاع الهيت ترانسفير ده، بيبقى بيتكلم عن فكره الانتقال بتاع الحراره من جسم لجسم او مثلا من ميديوم لميديوم. يعني عندي مثلا جسم متعرض للهواء، طب اكيد في انتقال حراره بيحصل بين الجسمين دول على طول. فهو بقى يبدا يتكلم معاك على حاجه زي كده. جزء مثلا زي الثيرمو، هو ده هتبقوا نوعا ما عندكم معلومات عنه قبل من قبل كده. ده بقى زي الزيرو لو والفيرست لو، خدتوه تقريبا في الفيزياء في اعدادي. بس فدي الفكره من الماده.
هي الفكره المشكله بس ان انت هتلاقي ان الماده بتتنسي في النص. بمعنى ايه؟ مثلا انت هتقول ايه، انا عندي لوجيك، لا عندي سيركس، عندي مواد تقيله محتاجه شغل كتير، في ميكانيكا دي بحضرها يعني ايه بس مش مهتم بيها قوي. فهي دي المشكله اللي هتواجهك بقى لو انت سايب الماده ورميها. بس فانت عندك الماده متقسمه على 4 دكاتره، 2 للهيت ترانسفير و2 سيرم. عندك مثلا اول دكتور هو دكتور عبد الرحمن. الفكره في دكتور عبد الرحمن هو هتحس المحاضرات بتاعته هو بيشرح الكلام ده اصله ايه اصلا، فتلاقيه بقى داخل في حاجات تقيله قوي نوعا ما، انت مش قادر تستوعب ايه علاقه ده بيا، يعني انا ايه ده ولا افهم ايه. فانت ممكن نوعا ما تتقفل اصلا من فكره الماده، تحس ان هي صعبه قوي. ده مثلا ده احساس جالي انا، وقعدت بقى مثلا بعد اول محاضره دي بحاول الخص جامد وادور على النت، طب ايه طب كده، بس عملت ملخصات جامده ففهمت فعلا الكلام اللي هو قاله ده قد ايه هو مهم. بس في الاخر انا مش هتسال كده، يعني الموضوع ابسط من التعقيد ده نوعا ما. فطب هتعمل ايه؟ هتلاقي عندك السكاشن. بص، ماده زي الهيت ترانسفير او السيرمو هي اساسها السكشن، يعني هتلاقي المعيد مثلا بيقول لك انت هتعمل 1 2 3 هتخش الامتحان هتلاقيه كده مثلا يعني. فالموضوع ابسط شويه، انت كده كده جزء دكتور عبد الرحمن، حاول تبذل فيه مجهود اللي هو ايه، انت لو فهمته هيفرق معاك قوي، هيفرق معاك ان الماده تبقى سهله. بس انت لو ما فهمتوش برضو ما تتقفلش منها، لا الموضوع ابسط من كده. هو بس الفكره ان هو لما جه عرضه لك بشكل صعب قوي، مش هو ده اللي انت اصلا هتحل بيه، بس انت لازم تبقى فاهم مش اكتر. فهو بالظبط دكتور احمد بيقعد 3 محاضرات، مش بيطول عن كده، بيبقى الموضوع يعني تقدر تلمه من السكشن بس. بعد كده بيخش وبعديه دكتور احمد. دكتور احمد هو ممكن يكون احسن حد هيشرح فيهم كلهم، اللي هو بجد هتبقى حاسس الكلام اللي بيتقال انك مستمتع بيه، في نفس الوقت بتطبق عليه، هو ده اللي الامتحان هتسال فيه. يعني جزء الهيت ترانسفير هو بيبقى قايم على الشيتات، احنا مثلا بيبقى فيه شيتين، كل شيت فيهم مثلا نقول فيه 12 سؤال 13 سؤال كده. كده الناس بتبقى يعني مثلا هتلاقي لو انتوا عندكم تيم مواد، او حتى لو جيتوا تبصوا على الحلول بتاعتنا هتلاقي الحاجات دي احنا حلينها، فالاجابات عندك موجوده. بس الفكره الشيتات دي مهمه ليه؟ هي للوهله الاولى صعبه، للوهله الاولى بس هتخش الامتحان هتلاقي مثلا في الميد ترم جالنا سؤالين الاثنين من الشيت، عارفين هما بالارقام، وكان في واحد منهم مثلا موجود في دفعه السنه اللي قبليها. فعشان كده الشيتات بتبقى مهمه. يعني في مواد زي اللوجيك مثلا اللي كان بيتكلم عنها صقر، لا هي مش كده خالص، الشيت مهم بس انت عمرك ما تلاقي سؤال في الشيت جه في امتحان، يعني هي بتتقسم بطريقه مختلفه. لكن ماده زي الميكانيكا هي كده مش ماده تخصصك، فهو الدكتور نفسه بيبقى فاهم حاجه زي كده فما بيتكش عليك. بس فحاول تحل الشيت اول باول، لو عندك مثلا محاضره خلصت شوف الاسئله عليه حلها، ده انا كنت بعمله. فجيت دخلت بعد كده في الامتحانات انا بقيت مرتاح ان انا حمل الماده دي مش عليا، يعني عارف لما تكون ايه، هي ماده مش مهمه فكله بيركنها، فانت لو انت خلصتها ويعني بدري بكل محاضره هتلاقي ان انت جيت على الميد ترم انت مش حامل همها، انت كده كويس فيها، عندك بقى مصايب تانية ومواد بجد هتبقى هي اللي فيها لود وهي الموضوع فيها كبير. بس اللي هو حاول تضمنها اول باول، هي دي كل الفكره منها. وزي ما قلت لك شيت الماده هي عباره عن الماده، عرفت تحل الشيت انت كده زي الفل، مفيش حاجه هتيجي اصعب منه. يعني ده بالنسبه للامتحانات اللي جات لنا او جات للدفعات اللي قبلينا، يعني حرفيا الميد ترم هو سؤال جاي من الشيت زي ما هو. فدي الفكره بس. ده بالنسبه يعني كده جزء الهيت ترانسفير هو عباره عن شيتات بس، ده اهم حاجه اللي يهتموا بيها، والسكاشن عشان تنظم لهم بس الايه، يعني خطوه دي بعد كده الخطوه دي بعد كده الخطوه دي، وكل خطوه طبعا ليها درجات. بالظبط كده. بالنسبه لجزء الثيرمودينامكس، ماشي، جزء الثيرمودينامكس عندنا دكتورين تانيين، دكتور فوزي ودكتور كرم. هنبدا نتكلم على دكتور فوزي عشان هو اللي هيبدا في الاول. طيب دكتور فوزي برضو نوعا ما شرحه كويس، فانت حاول تحضر له عشان هتقدر تفهم منه المنهج كويس. يعني السيرمو انت كده عندك خلفيه ليه، يعني الحاجات دي انت خدتها قبل كده بس يعني مش كلها، على الاقل جزء منها. فانت كمان بيوزع بونص. بالظبط، وانت قاعد في المحاضره هتلاقي دكتور فوزي سال سؤال وعليه بونص، فانتوا ايه يعني كده الحاجات دي بتفرق مع الدكاتره، يعني حته الحضور بونص زي الرز. حاولوا تحضروا على قد ما تقدروا ال4 دكاتره، يعني انا ما شفتش حد منهم بيقفش غير دكتور كرم اللي هو اخر واحد، بس الفكره ان هم بيهتموا بالحضور، فيعني حاول ما تزعلش الدكتور لان الدنيا مش زي اعدادي نوعا ما. بس يعني فعلا الدكتور فوزي زي ما قالوا هتلاقي ان هو في مثلا في محاضرتين راح سال سؤال وادى بونص وشكرا كده، خد درجه ببلاش او اكتر من درجه كمان. بس وبرده معلش في جزء الكتاب نفسه بتاع الستيم تيبل،
لازم تركزوا فيه بيطلع الداتا ازاي بسرعه، وده اللي بيبقى عليه بونص. فانت ركز معاه اول لما يقول الستيم تيبل وايه اشتغل على طول معاه. طيب بالظبط زي ما اكرامي كان بص هفهم كل فكره ايه الستيم تيبل. هو انت في الهيت ترانسفير مثلا في دكتور احمد جزء دكتور احمد هتلاقي فيه ايه زي ارقام كده هو بيطلعها مهمه قوي تتعلمها منه عشان تستعملها في الامتحان. يعني انت من غير الارقام دي مش هتعرف تحل، هي بتبقى موجوده. ما انت هتخش بكتاب كده كتاب ازرق كبير هتلاقي فيه الارقام دي موجوده فانت مطلعها. نفس الكلام بقى في جزء السيرمو، هتلاقي فيه كتاب اسمه ستيم تيبل هتروح تجيبوه، ده دكتور فوزي بيشرح في المحاضره ازاي تطلع منه المعلومات برضو من غير مش هتعرف تحل. يعني انت الكتاب ده بتخش بيه فيه ارقام بتستعملها في وسط الحلول بس. فدكتور فوزي مثلا هو بيشرح، هو اكرامي كان بيقولكم انكم تركزوا معاه ان هو اكتر من مره مثلا بعد ما بيشرح ازاي طلع منه الرقم يبدا يسال اسئله ويدي عليها بونص بس. ف يعني حاولوا تهتموا بالحته دي عشان هتفرق معاك، فاهم؟ انت بتبقى ايه نفسك في اي درجه، اي درجه هتفرق معاك بس. ف وبالنسبه للامتحانات والفاينل بالظبط، بالنسبه بقى للامتحانات انت هتلاقي ان اول ميد ترم هو كان كله على الترانسفير ما فيهوش جزء سيرم، لكن هتبدا تخش ان الماده دي فيها ميد ترم تاني. فالميد ترم التاني عندنا كان الحمد لله سهل قوي، يعني اللي هو ايه حتى لو انت مش مذاكر او حتى لو انت مذاكرتك كانت على القد لا كله مثلا قدر ان هو يقفله جاب 20 من 20. فبالنسبه لاول ميد ترم كان نوعا ما حلو قوي. طب هنيجي المفروض يبقى في كويز او في اي حاجه، فساعتها المحيط عندنا بدري الكويز ده باسايمنت وبرده كان سهل. فالموضوع كان يعني بالنسبه للحاجات اللي قبل الفاينل لا الدنيا كانت سهله، لو انت بتذاكر بس مع الدكاتره وبتحضر انت خلاص الدنيا تمام. بس الفكره في السيرمو هي مختلفه عن هيت ترانسفير. في ايه الهيت ترانسفير؟ هو شيت زي ما قلت لك انت خلصت الاسئله ممكن هتلاقيهم بالنص في الامتحان. السيرمو مش كده قوي، السيرمو انت محتاج تفهم اكتر، يعني حاول تفهم الفكره اصلا من الاسئله اكتر من هيت ترانسفير بشويه عشان تقدر تحل. انت مش هتلاقي زيها، انت هتلاقي حاجه معتمده ان انت كنت فاهم في الاول لكن مش هتلاقي السؤال هو هو. فده هتبدا تشوفه امتى؟ هتشوفه في الفاينل. هتلاقي ان انت مثلا في جزء الفاينل احنا كان هو بقى اكيد بقى متقسم بين المادتين، فجزء الهيت ترانسفير مثلا هو جه سؤال كان جه في السنه اللي فاتت وكان عليه جدل وعادي دي حاجه هتلاقيها مثلا. يعني السؤال كان معيد بيقول اجابه وفي اجابه تانية هي اللي احنا حسيناها منطقيه وحاجات زي كده. ف وانت جوه الامتحان ما تتخضش اللي هو ايه ايه ده سؤال غلط، ايه ده لا ده هيتحل ازاي، ايه ده، فاهم؟ عادي لو السؤال غلط مش فيهاش مشكله. دي مثلا ده في الهيت ترانسفير وحرفين السؤال ده منقول من السنه اللي قبلها، فهيت ترانسفير الحمد لله كان لذيذ. طب تيجي للسيرمو، السيرمو نوعا ما انا زي ما قلت لك هي ماده هتبقى اسهل لك في المذاكره بس في الاسئله محتاج تكون فاهم اكتر، يعني اكتر من الهيت ترانسفير. الهيت ترانسفير من الاخر هي بصمجه عشان نكون متفقين، يعني هي شيت هتحله شيتين عايزك تبقى مركز فيهم قوي، يعني متعود انك بتحل بسرعه عشان زي ما قلت لك اسئله كتيره، ف بصمجه نوعا ما. لكن هتيجي في السيرمو لا لازم تبقى فاهم كويس قوي بس. فالسيرمو في الفاينل كان اتقل من الهيت ترانسفير نوع شويه بس. انت الفكره طول ما انت بتحضر سكاشنك لو حضرت المحاضرات كلها وده يفضل هتقدر تحل كويس قوي. وفي حاجه كمان، لو انت مثلا ما فهمتش من المعيد عندنا او مش مجمع او متاخر عن الناس، في سكاشن اصلا متسجله لدفعه سنه ثالثه في ميكانيكا، دي انا اللي انا كنت بتفرج عليها. يعني دفعه سنه ثالثه ميكانيكا بتاخد نفس المنهج بتاعنا بس طبعا اكبر، فانت بيبقى في سكاشن في الوسط كده هي دي السكاشن اللي عندنا في المنهج. يعني مثلا هم 10 فيديوهات في 5 منهم علينا، فانت هتقعد تتفرج عليهم هتلاقي مثلا لا فهمت الدنيا كويس وهتلاقي حل اسئله في الشيت مختلف عن المعيد بتاعنا مثلا كان بيحلها. فحته ان انت لو عطلت مثلا من يعني مش فاهم الدكتور او مش فاهم المعيد لا احنا في كذا سورس تقدر ترجع له. حته اصلا ان انت ممكن احنا ساعتها كنا عملنا فيديوهات بعد قبل الميد ترم للدفعه عندنا، فعندك سورسات كثيره تتفرج عليها مش حاجه واحده بس. بس ويعني ماده الميكانيكا بجد ماده تضمن اللي هو ايه هو امتياز مضمون ما تضيعوش من ايدك، ما تجيش في وسط السنه اللي هو رميها على جنب ولا ومش هذاكرها ومش تخصصي وانا ذاكر ليه ولا، هي ما بتمشيش كده، فاهم الفكره؟ هي ماده انت عارف انها سهله لو ذاكرتها، اللي هو عندك لوجيك عندك سيركتس عندك اوبتكس عندك مواد تانية هتبقى فعلا ايام الامتحانات محتاج كل دقيقه انك تذاكرها. فانت الميكانيكا لو رقمتها على نفسك بجد هتتعب قوي. يعني انت الشيت ده اصلا انا بنصحك حله اكتر من مره مش مره واحده، انت هتيجي تحله وهتخلصه هتلاقيك نسيته، اللي هو ايه هي اسئله كتيره قوي، فانت واسئله انت عارف انها جايه في الامتحان. يعني انا حرفيا قبل الميد كنت انا مثلا
حلل في الكشكول بتاعي، مسكت الكشكول قعدت اقرا حلولي تاني مثلا مرتين تلاتة اربعة عشان اخش احلهم. فدي الفكرة يعني، مادة مضمونة حاول تضمن، ده كل اللي اقدر اقوله يعني. وبس كده. طب شكرا جدا يا مبروك. لو في حد عنده اي سؤال وكده كده الفيديوهات كلها سواء اللي عملناها كتيم ثيرمو ساعتها للناس كلها او للدفعه كلها، وفي نفس الوقت كل الفيديوهات وكل المحاضرات وكل السكاشن اللي احنا قدرنا نصورها السنين اللي فاتت تقدر تخش عليها من الشانل اللي بعتها على الشات. تمام، لو حد عنده اي سؤال بقى في جزء الثيرمو داينامكس او الهيت ترانسفير، حد عنده اي سؤال؟ طب انتم مجمعين يعني يا جماعه، خلي السيشن رايحه جايه، احنا مش جايين نديكم محاضره وخلاص. ماشي، هو في حاجة بس اسمه، عايز انبه برضو ان في اللوجيك برضو فيديوهات لشرح المعامل عشان ما تتنسيش بس في الدرايف عندنا، عشان لو حد قاعد يبقى فاكرها. مش فاكر كان ايه كمان، بس هو في فيديوهات عندنا سواء شرح المعامل او الشيت حاجة كده، مش فاكر. حد عنده اي سؤال تاني في جزء الـ Heat Transfer او Thermodynamics؟ اتفضل يا عمرو. انا بس كنت بسال هو الحاجات اللي ناقصه في المادتين دول يعني او الكورسات الجايه، بحيث احنا مثلا نبقى واخدين بالنا منها، ناس ناقصه مثلا في التصوير في حاجه كده. بص يعني اتفضل مبروك. ماشي، بص هو الفكره ان مثلا في الهيت ترانسفير اظن هي تصور كلها، ده بالنسبه للهيت. السيرمو جزء دكتور كرم مش بيتصور، هو اخر محاضرتين او ثلاثه في المنهج، هو كمان بيهتم قوي بالحضور بتاعه يعني، بيبقى مركز في الموضوع ده، فانت كده كده هتحاول تحضر. بس في محاضره في الهيت ترانسفير برضو ما اتصورتش، بتاع التاني دكتور اول محاضره موجود، بس لكن الباقي موجود. وعموما زي ما قلت لك يعني الماده اغلبها تتم السكاشن، فانت السكاشن كلها موجوده، هتلاقيها سواء عندنا او سواء دفعات قبل كده او سواء دفعات ميكانيك، هتلاقيها عند ثالثه ميكانيك اصلا، هو نفس الشيت هو بيحل. فبس فانت هتلاقي اغلب الحاجات موجوده يعني. ونصيحه دكتور كرم خصوصا، حاولوا تحضروا له دايما وما تطلبوش منه التصوير خالص، عشان هو فعلا بيتضايق من الحوار ده وبيبتدي يعني ايه الجو ما بيبقاش احسن حاجه لما بتطلب منه تصوير في اول مره او كده، هو بيبقى دايما مهتم ان انت تبقى قدامه وتتفاعل معاه وتتكلم معاه وتساله. في حد تاني؟ انت تمام يا عمرو كده؟ تمام شكرا. طب في حد تاني عنده اي سؤال؟ اتفضل يا محمد. كنت عايز بس يعني في اي مادة هتروها بعد كده والمواد اللي فاتت، لو في حاجة بره الكلية نفسها يعني، حاجة على اليوتيوب مثلا، كورس خارج الكلية يقدر يساعدنا، لان احنا كنا في اعدادي كان في مواد كتير زي كده كنا بنعتمد على اليوتيوب ممكن اكتر من الدكاتره في الكليه لو مش فاهمين منهم، فلو في حاجه زي كده تقدر تساعدنا برضو في اول عندنا. بص انت عندك دلوقتي زي ما مبروك قال اللينكات بتاعه السكاشن، او احنا كنا حاطينها اصلا في الجايد بوك، في الريسورسز بتاعه الجايد بوك اللي تقدر تذاكر منها. ده السكاشن هي بتفهمك في معيدين كتير بيقعدوا يشرحوا من ميكانيكا، بيقعدوا يشرحوا كونسبت من الاول بالتفصيل، وبعد كده يحل معاك سؤال او سؤالين بالخطوات كلها البسيطه جدا. تمام، فهي دي الفكره كلها، ان انت اهتم بالسكاشن سواء عندك، لو مش فاهم من المعيد فخلاص روح لليوتيوب هتلاقي التشانل بتاعتنا كنا عاملين بلاي ليست لده، وفي نفس الوقت هتلاقي في الجايد بوك كذا لينك للجزء بتاع السكاشن بس. فده اكتر حاجه تقدر تجيب منها، وطبعا الفاينالات او الامتحانات كلها هي دي اهم حاجه برضو انك تقعد تحلها، عشان هم بيحبوا يكرروا الحاجات دي. تمام شكرا. بص اقول لك حاجه بس، ماده زي الهيت ترانسفير انت مش محتاج تطلع بره الكورس بتاع الكليه يعني، مش محتاج تدور على كورسات بره قصدي يعني، انت السكاشن حرفيا هي اللي هتظبط لك كل حاجه. في مواد تانية ممكن تعمل فيها كده، بس الميكانيكا عموما مش تبقى قادر تديها يعني الوقت ده كله،
هي برضو ماده مش للصعوبه دي، بس الوقت ده اولى فيه ممكن تشوف حاجه تانية يعني. تمام. الحضور في الجامعه بيبقى مهم بالنسبه لدكاتره معينه، ده هو السؤال اللي كان موجود في الشات بس عشان ايه. هو حضور المحاضرات في الجامعه بيبقى احسن من الاونلاين ولا بتبقى هي يعني ينفع اعتمد في شويه مواد على الدرايف؟ هي المحاضرات كلها بتبقى لو متصوره فهي اللي بتبقى موجوده في الجامعه، بس هي الفكره كلها ان في دكاتره كتير بتبقى مهتمه بالحضور وبيأثر، لما ما بيلاقوش حضور كويس أو كده بيأثر ده عليكوا بقى سواء عمل سنة أو فاينل أو كده. بس فهي دي الفكرة كلها، إن انتوا تحاولوا تحضروا، وفي محاضرات معينة يعني دكتور زي دكتور كرم مثلا حاولوا تحضروا له دايما، برضو في اللوجيك حاولوا تحضروا لدكتور نعمة دايما، دكتور إبراهيم قمر حاولوا العدد ما يقلش قوي ماشي بس كده. لكن دكتور إبراهيم قمر مثلا محاضراته كلها متسجلة، بس الفكرة كلها في العدد بتاعه ماشي. حاولوا دايما عدد الحضور تبقوا ايه مظبطينها سوا. تمام. بس في أي أسئلة تانية على الجزء بتاع الثيرمو؟ طب لحظة واحدة، واحنا دلوقتي هنبتدي نخش على جزء الالكتريك سيركتس. الالكتريك سيركتس هي مادة هي مش صعبة، انت هتعرف من لما تخش جوه ان انت بتحل بكي في ال وكي سي ال والتفاصيل اللي كنت خدتها اصلا في ثانوية عامة. تمام. بس هي الفكرة كلها ان انت بتتعلم طرق جديدة ان انت تبتدي فيها. فهيبقى معانا ان شاء الله محمد عصام، هو اللي كان ماسك تيم المادة بتاعت الإلكتريك سيركتس، هيبتدي يتكلم معانا بيها عنها عن التفاصيل بتاعتها أكتر. تمام؟ اتفضل يا عصام. السلام عليكم. السلام عليكم يا شباب، عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أكلمكم على مادة السيركتس. السيركتس يعني هي في البداية كده أنت بتاخد نفس اللي أنت خدته في ثانوي تقريباً في أول محاضرة، خلص كل معلوماتك في ثانوي. زي ما فاكرين كده محاضرة الماس اللي خدتوها أول ما دخلت الكلية. هو بتتفاجئ كده بقى نفس المفاجاه، بتحس ان الدنيا صعبه شويه عشان بيجاوي سلايدز كتير في الاول، فيعني ايه هتتفاجئ، بس يعني الدنيا لذيذه يعني لما ترجع تبص على السلايدز تاني عشان اول محاضره بجد كانت عامله لناس كتير ازمه. بس هتبص على المحاضره تلاقيها لذيذه، كيرشوف كيرشوف والحاجات يعني اخو كيرشوف عارفين باب الاول انتوا خدتوه، فهو يعني بس حاجه بسيطه جدا يعني في اول محاضره. بعدها تبدا تاخد طرق لحل السيركتس، تاخد بقى كي سي ال وكي في ال ولوب اناليسيس نود اناليسيس وكلام كده لذيذ كله بسيط يعني. ما يعني بجد المحاضره ذات نفسها يعني لو طلعت نفس لو يعني لو طلعت مش فاهم منها عادي، انت ممكن تروح السكشن وتفهم عادي يعني، انت حتى ممكن تقدم على السكشن بس اصلا يعني. بس ما انصحش بكده لان الدكتور بياخد غياب. بصوا اول حاجه الماده بتقسم لاثنين، دي سي واي سي. جزء الدي سي هو ده الدكتور اللي بياخد غياب، فانت لازم تحضر عشان هو بياخد غياب وبيدي بونص يعني بيعمل الاثنين، في الترهيب والترهيب. البونص بيبقى سؤال كده التسايز يقول لك ايه حل، انا كنت خدت بونص عشان كده الماده بالنسبه لي حلو. سؤال عادي كده في اثناء المحاضره يقول لك حلو، اول واحد بيسلم له الورقه بياخد بونص. الغياب بيجي مره كده واحده يقول لك انا كل واحد يكتب اسمه، ومش يعني مش بس عشان خدت الاسبوع ده للجروب ايه هياخد نفس الاسبوع للجروب بي، لا يعني كل جروب لواحد يعني هو دكتور مزاجه الاخر يعني. دكتور فتحي بيشتغل بسلايدز، فيعني ممكن تحس ان انت يعني عايز يحل بايده كده شويه، بس يعني انا عن نفسي كنت بركز معاه وبفهم. في ناس ما كانتش بتركز معاه قوي يعني، حاول تركز معاه، لو قعدت تغش في المحاضره وكده مش هتفهم قوي يعني. تمام النقطه دي يعني، يعني مش الدكتور اللي هتغش في محاضرته وتفهم. ده بالنسبه لكل حاجه الجزء الدي سي تقريبا والدكتور، ما تزعلوش منكم يعني برضو يعني. تمام. وخلوا بالكم معلش يا عصام، خلوا بالكم دكتور محمد فتحي ما تطلبوش منه السلايدز باوربوينت عشان هو بيتضايق برضو من ده، فهو هيديكوا السلايدز بي دي اف، هتلاقوا مثلا في مسائل معينه وهو بيحلها هو خافي الحل بتاع السؤال
فانت وانت معاه حاول تكتب الحل بتاع السؤال ده عشان تعرف هو ماشي خطوات ازاي، وتبتدي تشتغل في البيت بقى وانت بتراجع تبقى عارف هو ماشي ازاي بالظبط. بس وبرضه حاول تعتمد خطواته يعني الخطوات بتاعته، عشان هي هتلاقي كله بيستخدمها، فانت حاول يعني حتى لو انت كنت متعود على طريقه في ثانوي وكده لا فكك منها واعتمد الخطوات بتاعته هو احسن. تمام، ده بالنسبه لجزء الدي سي. بالنسبه لجزء الدي سي هيديك دكتور زاهر، يعني ده اطيب دكتور، او يعني اللي هو انا ما اعرفش هيكمل ولا لا بصراحه، ان هو مش يعني سنه كبير جدا فمش عارف هل هو هيكمل معاك ولا لا، بس يعني هو دكتور لذيذ جدا. هو مشكلته بس ان هو زي ما قلت كبير في السن، يعني الشرح بتاعه على مش احسن حاجه يعني، بس ممكن تشوفوا شروحات السنين اللي فاتت هو شرحه توب بصراحه يعني، حتى هو حتى اسرع منكم لما تلاقيه طالع على السبوع كده انت هتلاقيك نفسك مش عارف تجمع من كتر سرعته، بس لما تشوف الفيديو كده هتجمع يعني. هو بيسمح بالتصوير، تصوير المحاضرات، فده موضوع حلو برضه. بس زي ما قلت لكم شوفوا فيديوهات بتاعت مثلا 24 25 حتى ممكن تشوف فيديوهات بتاعتنا يعني، بس يعني انا انصح 24 احسن حاجه يعني، 25 ما كانش فيه، هو 24 كان احسن حاجه يعني. ده بالنسبه للدكتور، مفيش اي نوتس ثانيه، هو ما بيتضايقش من غياب، ما بيتضايقش من اي حاجه. طب وكنت انت نفسه بتاع الاي سي بقى؟ تمام. يب بص كنت الاي سي دلوقتي انت اول حاجه بتاخده نفس اللي انتوا خدتوه في الدي سي بالظبط، بس الفرق ان انت بتاخده باعداد كومبلكس بقى، لان الاندكتور والكاباستور الاثنين بقى بتعتبرهم طرق كومبلكس كده يعني، هتبسط لكم الحل جدا. هتجاوب الاول الطرق العاديه اللي هو فيز بقى والكلام كده، هتعرف ان الكومبلكس حلو. وهو الموضوع بقى مشكلته ايه يعني، نخش على الامتحان على طول. الموضوع مشكلته ايه في الحل؟ الحل بتاع الارقام بيبقى رخم شويه، الارقام لازم تبقى ماشي خطوات حلو يعني، انت كاتب الخطوات بتاعتك حلو عشان لما تغلط غلطه يعني انت ممكن تسهب حاجه، لو سهيت في حاجه وانت مش واخد بالك هتتسوح، فانت لازم تبقى ماشي خطوات نظيفه كده عشان لما تيجي ترجع عليها وانت لو انت غلطت تعرف منين انك غلطت. انتوا هتاخدوا في الدي سي والاي سي واي سيركت عموما باور بالانس، انت بتحسب الباور في السيركت المستهلكه والمستخدمه، المستهلكه والمنتجه. تمام عربيه تمام، لما تيجي تحسبها المفروض الاثنين يساووا بعض، انت لما تغلط في الحل وده هيحصل عادي يعني عشان ما تتفاجئوش يعني، عادي بتغلط في الفاينل وعادي بتغلط في اي وقت. تمام، بس عشان ما حدش يتفاجئ عادي ما فيش مشكله، ارجع للحل الثاني بتاعك خطوه خطوه كده بالتنسيق اللي انت عامله، التنسيق نظيف، حاول يعني تخلي التنسيق نظيف وتاكد من الخطوات خطوه خطوه، وهتطلع الغلطه يعني الغلطات بتطلع، بس انت اهم حاجه بس تكون مظبط خطوات حلك، لان يعني شخصيا انا خطي مش حلو، فلما كنت انا حاولت احسن خطي بعد كده عشان هو ده ان خطوات حلي ما كانتش انضف حاجه، فعشان كنت اطلع الغلطه كان بيطلع كده بجد يعني. انا بقول لك دلوقتي انت تدرب وانت بتحل في البيت، مش تحل في البيت كوكي، لا احل في البيت بخطوات يعني، انت بجد محتاج تحل في البيت بخطوات بجد، خطوات نظيفه عشان عارف في البيت كله بيحل كوكي وكده. بس ده كده بالنسبة للمادة والدكاترة والشغل ده. طب وبالنسبة لطريقة المذاكرة كلها؟ حاضر ثواني طيب. بالنسبة لطريقة عشان أبقى بسألك سؤال يعني اللي هو إيه أفكرك بالحاجات بس مش. بالنسبة لطريقة المذاكرة، أنتوا عندكم زي ما قلت الدكتور جزء الدكتور فتح السلايدز راجعوا عليها وتخش، المهم يعني بتحضر السكشن، السكشن بيبقى مفيد، بتشوف المعيد إزاي بيحل، بتشوف تفكيره في الحل، ف بتشوف طريقة حله فتستفاد جامد بصراحة يعني شوانس الجمل هو اللي كان بيدينا، هو سافر بس انتوا عندكم فيديوهاته اظن كلها كانت مستوى اقامي صح؟ كلها انا مش فاكر في الاخر اتمنع ولا لا؟ لا هو كله بصراحة. كان متصور الترم الاول كله متصور، فهتلاقوا فيديوهاته في شوانس الجمل كلها حاجة في نظافة بصراحة يعني، ويعني فاهم؟ انت لو شفت الفيديو وحضرت المحاضرة انت مش عايز حاجة تاني يعني، حتى لما اقول لك مش لازم تحضر السكشن يعني، كان المعيد اللي هيديك، لو شفت فيديوهات باشمهندس الجمل الموضوع هيكون لذيذ. ده كده انت ذاكرت الماده كلها يعني. بالنسبه للدي سي انت هتبص على السلايدز بتاعت الدكتور، بالنسبه للاي سي في ناس محترمه بتحضر فحاول تخليك منهم يعني، لو ما عرفتش عادي في الاي سي عادي، هتلاقيهم بيكتبوا المحاضرات او هتلاقيها موجوده عندنا على الدرايف برضه يعني، الموضوع بسيط مش صعب يعني، ف
الكوزات كان بدايه باشمهندس الجمل يعني، هو الموضوع كان عايز سرعه شويه بس، هو نفس انتوا خدتوه اصلا مش عارف فين، هو نفس طرق الحل معروفه، هي بس المشكله في الافكار بس، مفيش يعني سيركس بجد ماده ما فيهاش اي نوع من الافكار عشان تتعامل نفسك فيها دلوقتي. سيركس بس ما فيهاش افكار، بس انت ايه موضوع بسيط، بس انت محتاج بس تظبط نفسك وسرعه الحل شويه وما تتوترش يعني الموضوع. يعني انا في السيركس مثلا في اول كويز كنت غلطت غلطه وتوترت شويه في الامتحان يعني 6 ل 5 ثواني بس كده اهدى عشان ما التوتر بجد بيجيب نتيجه عكسيه تماما، رجعت كملت حل خلصت الكويز وقفلته عادي تمام. فيعني هو بس حاول بس تهدى في الامتحان مش عشان غلطت في رقم تتعصب او فاهم تحس ان انت خلاص لا ضيعت الكويز، الموضوع بسيط. وبرضه يعني عايز احكي بس في الموضوع ده، انت كده كده دخلت القسمه خلاص مفيش تنسيق حاجه تاني، ف مش هتنسق تاني على اتصالات ولا حاجه زي كده، فالموضوع بسيط يعني مش لازم تتوتروا او حاجه زي كده. بالنسبه للميد، الميد كله دي سي طبعا، الكوزات في كوز في الدي سي في الاول، كوز اي سي، كوز اي دي سي كان المعيد اللي بيحطه، كوز الاي سي الدكتور زاهر اللي بيحطه، يعني دكتور زاهر بيحط كوزات قديمه او فرنات قديمه او اي حاجه قديمه هتلاقي نفس الارقام يعني فاهم، نفس الارقام بجد والتصحيح بتاعه. والوقت والوقت كانت بتاعت كوز حلو قوي يعني، وقت الكوز كان بزياد يعني، حتى يعني لو انت غلطت في ارقام هتعرف ترجع تحل غلطه. فكوز الاي سي ما تقلقوش منه، كوز الدي سي على حسب المعيد يعني شويه، بس ان شاء الله يعني الموضوع يجي بسيط. بالنسبه للميد في يعني بص ميد دي معلومه محدش قالها لنا، المعلومه دي بجد ذهب، في ثلاث ملازم كده ولا مش عارف يعني هتلاقيهم ميد تيم ريفيشن، الثلاث ملازم تقول او مش ملازم مش عارف صح ملازم ولا جايين من دكتور ولا جايين من، فالثلاثه دول ذاكرهم على قد ما تقدر، مش لازم كله يعني اصلا مش لازم تحل كله، كان في النت معلش مش لازم تحل كله، بس يعني ايه حل على قد ما تقدر، وانت دايما يعني خش كويز وانت حاسس انك عامل اللي عليك مش هتندم يعني، انت عامل اللي عليك فانت هتندم على ايه؟ مفيش حاجه هتندم عليها. بس التلات ملازم دول بجد هم هيقراوا معاك على كل حاجه، وتقريبا كمان كان في البيت جه سؤال شيت بالارقام، هو بس يعني ايه كان في سؤال في الملزمه دي ما كانش حد شافه قبل كده يعني، فكره يعني هي فكره بسيطه بس يعني، بس هو ما حدش كان شافها قبل كده يعني. انا مثلا لما انا كنت يعني انا كنت عايز نفسي اعرف احلها، بس انا اللي انا ما خدتش بالي ان هي ما هستخدم الارقام اللي في السؤال اللي قبليه، كنت قعدت احلها في رموز فالموضوع عك شويه، بس لو الموضوع كنت استخدم الارقام في السؤال قبليه كنت حرفيا هخلص السؤال عادي، فعارف كان ان هو ايه موضوع لذيذ عادي جدا. ده بالنسبه للميد. بالنسبه للفاينل، الفاينل اللي انت عندك زي ما قلت نفس جزء الميد، نفس جزء الميد. بالنسبه للدي سي هو نفس الثلاث ملازم دول تبص عليهم تاني، وبالنسبه لل اي سي في بتاعات قديمه وخلاص حرفيا، فانت مش محتاج حاجه تاني، هما الاثنين دول امتحانات قديمه ولازم تدرس. بالنسبه للميد في بيجي امتحانات بيجي فيه اثباتات، او تقريبا في اثباتين والله مش فاكر بالظبط، بس كان في اثباتات يعني، في كده هتلاقي فايل على الدرايف بتاعنا في الاثباتات دي، هو بص عليها الاثباتات بسيطه يعني بتحفظ بسهوله مش حوار يعني، حتى ممكن تستنتج انت. تقريبا خلصت ما عنديش حاجه تانية اقولها. بالنسبه يعني اقول لكم كلام عام يعني بقى كده يعني، مش كلام عام يعني نصيحه عموما يعني. نبتدي نشوف اسئله الناس. طيب طب ماشي قلنا شفنا اسئله بعدين نشوف الناس. الثلاث ملازم دول موجودين على درايف 26 موجودين على الدرايف، واللينك وحطتهم اللينك بتاعها في الجايد بوك. هتلاقي مكتوب ثلاث ملازم اللي هو مور ريفيجن او ميد تيرم ريفيجن، دوس عليه هو ده اللي هيفتح لك اللينك. بس يعني انا في اسئله ثانيه، انا في جزء السيركس ما حطيتلكوش اي ما اي لينكات غير دي، لان هي فعلا دي اللي هي ايه كانت مهمه، الباقي كلها يعني بسيط يعني. مش اي سؤال تاني؟ حد عنده اي اسئله تانية؟ بص يعني هقول لكم حاجه عموما يعني، حاجه بتفيدني انا شخصيا يعني، انا شخصيا لو جيت قارنت مذاكرتي مثلا بالنسبه لمذاكره اي حد في القسم عندنا يعني، ما قارنش بحاجه بينهم عموما، اعمل اللي عليك يعني، اعمل انت مثلا قادر تذاكر النهارده لازم هتذاكر يعني، قادر تعمل هتعمل، لما تخش الامتحان وانت العقليه دي انت عمرك ما هتحس انك مقصر، وعمرك ما هتتوتر اثناء الامتحان، انت مش هتتوتر غير لو انت عارف انك الصوت واضح. صوت واضح سمعته بيقطع. عمرك ما هتتوتر وانت عامل اللي عليك، انت بقى لما عامل اللي عليك يعني وبتدعي ربنا وربنا ربنا هيوفقك على طول، انت يعني انت عامل اللي عليك وبتدعي ربنا، ف
فقول اعملوا في سبيل الله عملكم. ف بس في الجزئيه دي بجد مهمه، يعني انت ما تقارنش نفسك مثلا بفلان بيذاكر قد ايه، ولا فلان تاني حل قد ايه، ولا ده فتح المرجع، ولا ده مش عمل. انت مالكش علاقه بحد، انت ليك علاقه بنفسك. الناس دايما بشوفها بتقارن نفسها ببعض. يعني مثلا بجد انا بشوف ناس كتير داخله مذاكره اكتر مني وعمري ما بهتم اللي هو ايه، انا عارف ان دي قدرتي في المذاكره، انا عارف ان انا مثلا ما بعرفش اذاكر لفترات طويله، في ناس تانية ربنا رزقها القدره انها تعرف تذاكر لفترات طويله، فربنا لما يجي الامتحان مثلا هيشوف هل هو ذاكر لفترات طويله، هو قادر يذاكرها ولا لا. فيعني بجد النقطه دي مهمه، تفرق مع ناس كتير. انا بشوفها، انا بشوف الفرق مثلا بيني وبين اي حد النقطه دي بس. وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله. حد عنده اي حاجه؟ تمام، شكرا يا عصام. كان في بس جزء محمد مبروك كان عايز يزوده على جزء الهيت ترانسفير والثيرموداينامكس، فهيقوله وبعد كده نخش على الماده اللي بعدها. تمام، اتفضل يا مبروك. بص، هو في حاجه زي ما عصام كان قاله كده في السيركتس على حته الارقام، هو الفكره ان في الميكانيكا عموما سواء سيرمو او سواء هيت ترانسفير انت الموضوع كله عباره عن ارقام بس، اذا غلطت في رقم واحد كل حاجه بتعتمد عليها. فحته الارقام دي حاول تدرب عليها كتير، يعني حاول على قد ما تقدر وانت في البيت تجرب الموضوع ده. ما تقعدش مثلا لو عندك موديل انسر ما تبصش عليه، حل للاخر وشوف انت هتحس ان انت في حاجه غلط ولا لا، عشان بجد الموضوع ده هيفرق معاك قوي قوي قوي. يعني هتلاقي نفسك في الامتحان مثلا هو سؤال عليه 10 درجات مثلا، فانت غلطت في اول حاجه خالص، انت متخيل يعني ان كله مترتب بعد كده عليه. هو بص، مش وكمان مش شرط ان الدكتور يتعامل معاها ان انت هديك الدرجه او لا، فما حاول على قد ما تقدر انك تراجع اكتر من مره على ارقامك. يعني بص بجد الموضوع كله عباره عن تركيز، وانت بتراجع حاول قوي قوي تبص من الاول، ما تقولش لا اصل من الخطوه دي انا عارفها مثلا، لا ما تعملش كده. يعني حاول تركز في كل رقم وجه منين وتحله من الاول. لان مثلا كان حصل لي في الميد ترم في الثيرموداينامكس انا كتبت القانون نسيت منه 2 بس، يعني رقم حرفيا رقم 2، فالارقام كلها بتاعت القانون السؤال كله غلط من اول لاخر، عشان بس القانون الاولاني اللي هو انا حافظه زي اسمي نسيته. فهي دي الفكره بس، فخد بالك. وعايز اقول لكم حاجه، في الاخر الدكتور اصلا الدكتور بجد بجد كان كريم معايا في الحته دي، ان هو خد باله ان انا اتلخبط فراعى الموضوع ده. يعني مثلا تمام، وفي كان جزء زياده بس في الالكتريك سيركتس، قول معلش. يعني مثلا الدكتور هو السؤال عليه مثلا 10 درجات هو نقصني 3 درجات بالظبط، مع ان انا عامل له ارقام كلها غلط، فده كانت حاجه كويسه ان هو خد باله ان لا الشخص مثلا عامل كل حاجه صح استغفر رقم صغير فوق. فدي الفكره، ممكن دكتور تاني ما يعملش معاك كده، فانت الارقام دي سواء بقى في السيركت سواء في الميكانيكا خد بالك منها قوي يعني. بس وفي جزء مهم تاني في الالكتريك سيركتس كنا سقطناه بس، اللي هو الجزء ان الدكتور محمد فتحي بيحاسب على الفاينل انسر، ففي الميد ترم كان مهتمين جدا بالفاينل انسر، فانت حاول دايما وانت في البيت برضو زي ما بتعمل في الثيرمو او الهيت ترانسفير تعمل في الالكتريك سيركتس، لان هي الفكره كلها تظبيط خطوات وارقام. تمام، في حاجه كمان. تمام، في حاجه بس كنت هضيفها كمان في السيركتس، حط الارقام على الاله عشان ما تغلطش، حط الارقام على الاله وسيبها برموز. اظن يعني ممكن في منكم لسه ما يعرفش الموضوع ده، بس الموضوع ده بجد اهم حاجه. يعني انت ما تعرفش الموضوع ده وانت داخل اتصالات تعلمه. يعني انا مثلا كنت الموضوع ده بالنسبه لي حاسس ان هو مش مهم وبتاع، بس لما جربت استخدمته كذا مره لا بجد الموضوع مفيد. تمام، بس دي نقطه بسيطه بس عايز اضيفها. وتسلم على الاقامه على السيشن الجميله دي. انا خليك هنبتدي دلوقتي الفيزيكال اوبتكس مع ساندي نجيب ان شاء الله. اتفضل يا ساندي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يعني الف مبروك على القسم، وان شاء الله السنه دي تعدي على خير يعني وربنا يوفقكم. بس انا صوتي واضح؟ اه تمام. طيب نتكلم يا شباب عن الاوبتكس. يعني هو اولا هي الماده اسمها ويفز اند فيزيكال اوبتكس. يعني قبل ما ابدا حابه اقول حاجه، ان احنا دايما قبل ما ندخل القسم بنسمع ان القسم مليان فيزيكس وماس كتير، بس يعني فلو حد خايف فمش دي الفيزيكس اللي بتعمل قلق. يعني هي الفيزيكس ممكن تكون دي ابسط من فيزيكس اعدادي اصلا كمسائل وكممكن كحجم منهج كمان، فلو حد شايل همها او كده فما يقلقش، يعني الدنيا هتبقى بسيطه ان شاء الله. اللي هتدرسوه في الماده يعني هو الاول هتاخده كلام عن الضوء
وهي مثل مادة كمان ان هي بتبقى حاجات انتوا سمعتوا عنها قبل كده تقريبا، يعني سواء الترم ده على فكرة او الترم التاني بتبقى مصطلحات مش كلها جديدة عنكم طبعا، يعني بتزودوا عليها بس يعني بتبقى حاجات انتوا عارفينها الى حد ما. بس فهتدرسوا في المادة ايه بقى؟ الاول هتتكلموا عن الضوء والريفليكشن والريفراكشن والحاجات زي دي، وبعد كده يعني يعتبر الجزء الاكبر من المادة هيبقى عن الويفز، يعني عشان انتوا بتحتاجوها بعد كده في الكوميونيكيشن وكده، وازاي بقى ان الضوء بيتصرف كموجة، وبعدين في الاخر خالص هتلاقوا ان انتوا بتعملوا التجارب اللي في المعمل تاخدوها بشكل نظري، وده يعني بيجي ممكن تستخدموها كريفرنس لما تيجوا تذاكروا الامتحان المعمل. بس يعني ده كده باختصار محتوى المادة، هي كانت بحوالي 12 محاضرة بتبقى مرة في الأسبوع بس كده يعني. ماشي، بعد كده نتكلم بقى انه ازاي نذاكر المادة دي. بالنسبة لطريقة مذاكرة المادة، فهي المادة دي احنا قلنا طبعا يعني الشباب كان بيقولوا انه اهم حاجة عامة الحضور مهم، بس المادة دي الحضور فيها مهم بشكل خاص، عشان دكتور نهى هي ما عموما يعني الامتحان هو بيبقى فيه مسائل كتير، وهي في شرحها مش هتلاقوا ان انتوا بتاخدوا مسائل كتير ولا حتى الشيت فيه مسائل كتير، هي دايما بتشرح الكونسبت، بتهتم ان انت في الامتحان فاهم الكونسبت ده ولا لا. فهي الفكرة ان هي بتجيب حاجات في الامتحان من اللي بتقولها نصا، يعني هي ممكن تبقى معلومة كانت تبدو بسيطة ليكم ان هي بتقرب لكم بمثال او حاجة، وبتلاقوا السؤال ده في الامتحان. فالمادة دي يعني من اهم الحاجات ان انتوا تهتموا بيها في الحضور، وحتى لو يعني انتوا حاسين مثلا ان انتوا مش مستوعبين كل حاجة من الدكتور، او مثلا اتفرجتوا على مصدر خارجي وحسستوا ان هو احسن، فده ما بيغنيش عن المحاضرة. يعني حتى لو انت فاهم واتفرجت على مصادر تانية احسن، لازم تحضر المحاضرة ولازم تبقى عارف كل اللي اتقال فيها. حاجة تانية ودي ممكن يعني تكون موجهة اكتر للناس اللي هتدخل التيم، ان هو يعني بقى يركزوا على كتابة المحاضرات، ويبقى اكتر من شخص بيكتبها، عشان لو حد وقع حاجة يعني حد تاني يعني تبقوا مجمعين كل اللي الدكتور قالته، كل الأمثلة، وان هو يعني الهدف في الآخر ان يبقى فيه مصدر كويس مكتوب للمحاضرات. وعمدا مصدر 24 كانت محاضراتهم كويسة، بس يعني طبعا متعدلوش عليها لان ده من 3 سنين، فبرضو يعني ممكن تكون الدكتور بتزود حاجات بتاع، فكتبت المحاضرة سواء ان انت تكتب فيها او لو انت شخص مش بتعرف تكتب حاولوا تشوفوا ناس بتكتب، لان دي حاجة مهمة، وده هيبقى محتوى التيم تقريبا يعني. فحضوره المحاضرة فعلا مهم جدا، يعني ما فيش حاجة تغني عنه وما ينفعش. ولو ما حدش عرف يحضر في الكلية، ممكن محاضرات 24 هي ما كانتش فرقة يعني بصراحة بشكل كبير عن الكلية. يعني بالنسبة للمصادر الخارجية، يعني لو انتم محتاجين مثلا حاسين ان انتم مش فاهمين من الدكتور قوي او كده، فمحمد اسماعيل ودكتور ياسر بطاوي دول كويسين جدا بصراحة، وناس كتيرة من الدفعة يعني كانت بتتفرج عليهم، بس برضو عمرهم ما يغنوا. بس يعني الشيت طبعا برضو أساسي مهم ان انتوا تحلوه. يعني بس كنت بتكلم على الشيت، فالشيت مهم ان انتوا تبقوا بتحلوه يعني. بس كده بالنسبة للي بيدرسوا المادة، هي دكتور نهى سالم، هي من الحاجات الكويسة فيها ان هي بتبقى سايبة طرق للتواصل، فانتوا حاولوا تتواصلوا معها يعني عادي، لو عندكم سؤال ممكن تبعتوا لها على الواتساب. حتى بعد المحاضرة هي بتبقى مركزة على الكونسبت، فانتوا اهم حاجة دايما اسئلتكم تبقى تتمحور اللي هو على الكلام النظري من الاخر اكتر. باشمهندس يحيى برضو كانت من الناس الكويسة قوي بصراحة، وكان متعاون جدا، يعني انتوا ممكن اصلا تقترحوا عليه ان انتوا تعملوا جروب تليجرام عشان يبقى معاكوا وقت الامتحانات او كده وتسالوه. والسيكشن برضو بتاعه مهم جدا، يعني هو انا زي ما قلت لكم الشيت مش كبير قوي، فهو هتلاقوه ان هو اصلا في الاول بيشرح حاجات نظري وممكن يعني تفهموها اكتر ما من المحاضره. فالسيكشن برضو بتاعه مهم جدا، لازم تحضروه، هو اوريدي متصور يعني عندنا، بس برضو احضروه وتناقشوا معاه واسالوه. هو بصراحه يعني كنا بنساله كتير بعد السيكشن، وما كانش بيرفض وبيفضل قاعد معانا وبيحاول يساعدنا وكده. نقطة مهمة بصراحة في التعامل مع دكتور نهى وبشمهندس يحيى، هو ان هما لما يراقبوا عليكم، اولا موضوع الامتحان بيبقى 40 سؤال الميتر في ساعة، وبيبقى بابل شيت، فحاولوا يعني اول مثلا ما يبقى باقي ربع ساعة، دي نقطة مهمة جدا، ان انتوا تظللوا كل اجاباتكم، يعني متهتموش ان انتوا هحل سؤال زيادة او هشوف، لان انا شفت قدامي يعني كان حد جاي لدكتور نهى ما كانش ظل الامتحان وهي نقصته، وهي رفضت تماما ان هي تبص جوه الورقه. وهم عند عموما يعني بقى باشمهندس يحيى ودكتور نهى، حته الوقت في الامتحان دي حاجه يعني، دي تقريبا ممكن يكون المشكله مثلا الوحيده اللي حصلت بيننا وبينهم في الدفعه، يعني هم ما بيدوش لحد وقت زياده خالص حتى لو دقيقه، يعني هو مجرد لو هم هيلموا الورقه سلموا الورقه،
ولو هما الاول بيقول لكم سيبوا القلم سيبوه فعلا، لان انا شفت يعني قدامي ان هما فعلا موضوع الوقت ده عندهم يعني مش هيدوس لحد ثانيه زياده. ايه تاني؟ اه دكتور نهى مش بتسمح بالتصوير، فانتوا هي اللي هيبقى المصدر بالنسبه لمحاضراتها هو محاضرات 24، وفي بلاي ليست قديمه قوي يعني كده لو لقيتوا حاجه فيها ناقصه. ومحاضرات 24 دي برضو هي فيها حاجه مش مشروحه في بالظبط يعني في الجزء بتاع يونج، حته بتاع الانتنسيتي دي انا هتلاقوا حاطينها في الجايد بوك، فخلوا بالكم يعني عشان اللي بيتفرج يبقى عارف ان هو وقت ما يجي يونج هيلاقي يرجع يعني للجايد بوك وهيلاقي اللينك بتاع الحاجه دي اللي دكتور نهى شرحتها. طبعا تبقوا متابعين، ممكن هي السنه دي تزود حاجه يعني، بس ده اللي كان حصل ساعتنا يعني. الماده يعني ممكن تقابلوا فيها مشكله ان انتوا مش لاقين اسئله كتير، هو الدكتور مش بيطلع امتحانات بره اصلا، ويعني ما تحاولوش تقريبا ان انتوا تعرضوا عليها ان عايزين الامتحان بتاع السنه اللي فاتت او كده، هي ما فيش يعني اجدد امتحان هتلاقوه بتاع 2007 تقريبا. فانتوا هيبقى قدامكم الشيت، فهم دايما لما تسالهم مثلا طب نحل منين طب كده هيقولوا لكم جوجل ان انتوا تجيبوا اسئله ام سي كيو تحلوها يعني، وان هم بيعملوا كده. الموضوع ده كويس، بس يعني ما تخلوش ان انتوا ايه يعني ما تتسهلوش في جامد يعني، انتوا الاول افهموا المحاضره وراجعوا السلايدز كويس اقروها يعني، مثلا مش ان انتوا حاضرين المحاضره او قريتوا كتاب حد، لا اقروا السلايدز مهمه عشان هي بتجيب منها حاجات. وبعد كده يعني بعد ما تخلصوا الحاجات اللي في ايديكم دوروا على الاسئله بره، احنا كلنا بنبقى عايزين نحل ونطبق، ويعني اللي هو مش هنقعد يعني مش هقعد اقرا السلايدز كده، بس برضو المهم ان انتوا تبقوا يعني تبقوا مخلصين اللي في ايديكم الاول، بعد كده بقى تشوفوا المصادر الخارجيه. يعني بصراحة الريفرنس ما كناش بنجيب منه أسئلة تقريبا يعني، هو لما حبينا نجيب أسئلة كنا بنجيبها هم زي ما قالوا لنا، والريفرنس هم ما كانوش اقترحوه وإحنا بصراحة ما جبناش منه يعني. بس يعني برضو حاجات يعني عامة حابة أقولها، إنه المادة هو الميد ترم بيبقى 40 سؤال في ساعة، فالوقت يعني بصراحة هيبقى ضيق شوية. ففي نقطتين، أول حاجة أنتوا حافظين القوانين كويس جدا يعني، عشان هي ممكن اصلا دي بتبقى مشكله ان انتوا مش لاقيين اصلا حاجات تحلوها تحفظكم وتثبت معاكم القوانين، فانتوا بقى حاولوا تبقوا تلخصوها كل محاضره اول باول تعملوا تلخصوا القوانين بتاعتها وهكذا عشان توفر عليكم وقت في الامتحان. والنقطه الثانيه ان الميد ترم والفاينل هو مثلا 70 سؤال عليه 70 درجه و40 سؤال عليه 40 درجه، فانت لو في سؤال طول معاك سيبه على طول، لان هي في الاخر مثلا ممكن يبقى سؤال صعب يعني، انت في الامتحان من الاخر حاول تعدي على كل اسئله الامتحان، ما تضيعش وقت في، ودي نقطه انتوا اكيد ممكن يعني تكونوا عارفينها من اعدادي، بس برضو يعني عشان لو الميد ترم هيبقى يعني غالبا الوقت ضيق، فانت تبقى لحقت عديت على كل الاسئله، ممكن يبقى في مثلا مساله طويله وصعبه اصلا في الامتحان فانت سبت قصادها سؤال نظري سهل سهل كنت هتحله في دقيقه يعني. برضو باشمهندس يحيى في الكويز بصراحه كان مركز على جزء الالكترومغناطيك ويفز، هو عموما الكويز كان متهم عمل معاه في نفس الوقت الكويز يعني، فخلوا بالكم الجزء ده التحديدا للاتجاهات اللي هي هتلاقوها مشروحه في سيكشن 4، وحلوا مساله الاستياد اللي في سيكشن شيت 2 بس. وفي عندنا برضو على درايف هتلاقوا ميد تيرم نوتس فولدر كده، وكل ده موجود في الجايد بوك باللينكات بتاعته، بس الفولدر ده يعني هو تقريبا احنا اصلا حطيناه بعد ما خلصنا السنه، فانتوا هتلاقوا تقريبا متجمع فيه كل النوتس يعني. وممكن تطلبوا من دكتور نهى ان انتوا تعملوا اوفيس اورز قبل يعني تدخل معاكم زوم ميتنج قبل الميد تيرم، احنا كنا عملنا كده وهتلاقوا بتاعتنا متسجله، فانتوا مثلا لو عرفتوا تطلبوا منها حاجه زي كده وتتفرجوا على بتاعتنا هتبقى حاجه كويسه يعني. يعني طيب ما عنديش حاجه تاني ممكن اقولها في الماده بصراحه يعني، فانا حاسه لو مثلا وقعت حاجه او كده ممكن حد من الشباب يقول يعني. دكتور نهى بتحب التفاعل صح، ومعاها هتلاقوا كلام حلو يعني، مش ما بتحبش الكلام وبتحب تخلص حاجتها وتمشي. هو عموما هيحاول تسألوها كتير يعني، لان هي مرحبة يعني، هي مش بتتضايق من الاسئلة ولا خلقها ضيق يعني او حاجة. حد عنده سؤال؟ طيب عايزين نسمع صوتكم بجد والله يعني، يا ريت. في برضو حاجة عايزة في كتاب كده احنا لقيناه على درايف قديم، ده ممكن تلاقوا فيه مسائل، بس يعني لما تخلصوا حلوه ماشي، ده كتاب نازل من القسم تقريبا هو قديم، بس قشطه يعني في ناس كانت قالت ان هو معقول يعني، هو مش هتلاقوا فيه اسئله ام سي كيو، وعموما الفاينل والميد ترم الاثنين بيبقوا ام سي كيو، بس التعويضات غالبا يعني بتبقى ريتن، ما بيبقاش الامتحان ام سي كيو.
بس حاجه برضو نسيت اقولها، انه بعد الميد ترم دكتور نعم الحاجات الكويسه فيها، يعني في دكاتره بتمنع التظلم وبتمنع تشوف الورقه وبتمنع كل حاجه، فدكتور نعم بصراحه بعد الميد ترم يعني احنا رحنا، هي حددت ميعاد ان احنا اللي عايز يعرف غلطاته، وصراحه مسكت الامتحان تقريبا سؤال سؤال، احنا كنا جروب، فهي يعني كانت بتعدي على سؤال سؤال تشرح كل حاجه وفتح الامتحان قدامنا، يعني انا ما كنتش متوقعه ده لان هي رافضه ان هي تطلع امتحاناتها، فالموضوع ده كان مفيد بصراحه. فحاولوا ان انتوا يعني لو جت فرصه ان انتوا تعملوه، يعني مش شرط عشان يجي زيه في الفاينل، بس يعني برضو تبقوا عرفتوا هي دماغها ماشيه ازاي كده، يعني هتبقى حاجه مفيده بصراحه. فهو يعني لو هنلخص الموضوع كله، الاوبتكس كلها ان انت حاول تفهم كويس واهتم بالمصادر اللي معاك، ان انت تحضر المحاضره والشيت بكل حاجه، بعد كده بقى دور بره سواء على شرح على اسئله على كل الكلام ده، وتخلوا بالكم الوقت في الامتحان برضو. بس ان شاء الله تبقى مادة بسيطة، يعني هي مش من المواد اللي عاملة قلق كتير، يعني في هو الكويز بصراحة بس يعني بيعمل قلق شوية، هو باشمهندس يحيى عامة يعني اسئلته مش اسهل حاجة، بس هو بيبقى قايل على فكرة، يعني هو ما بيصدمكوش قوي، يعني هو بيبقى ملمح مثلا انه خلوا بالكم ركزوا. بس يعني في حد حابب يسأل أي سؤال تاني؟ أو في أي حاجة ما كانتش واضحة سواء في الكلام دلوقتي أو في الجايد بوك أو كده؟ ولا تمام؟ أنا حابب أضيف حاجة برضو. دلوقتي عاوزين نتفق إن الترم الأول ده في فترتين، فترة قبل الميد ترم وفترة بعد الميد ترم. فالفترة الأولانية دي حاجة، وبعد الميد ترم حاجة تانية. حاجة تانية في إيه؟ حاجة تانية في إن كل الكورسات بلا استثناء كل الدكاترة هتلاقيهم بيطيروا حرفيا، فأنت مذاكر لغاية الميد ترم في الفيزيكس خاصة الأوبتكس، يعني بعد الميد ترم هتلاقي الدكتور بتاخد كمية محاضرات رهيبة. لو أنت بعد عادة يعني زي إعدادي بالظبط الأسبوع بتاع الميد ترم بعده بتنزل محاضرات على طول، طب انت خارج من الميدترم تعبان، طب المحاضره اللي قبل الميدترم على طول ما لحقتش تذاكرها عشان تذاكر للميدترم، طب رقمت كده محاضره ما لحقتش تذاكرها وتخش في الاسبوع اللي بعده، يبقى انت كده هتلاقي قدامك محاضرتين اتكونوا عليك، ووارد جدا تلقى نفسك ان الترم خلص وانت كل اللي بعد الميدترم ده اغلبه وانت راكنه. فدي نقطه مهمه قوي، حاول على قد ما تقدر وانت داخل الميدترم تكون مذاكر اغلب الحاجات عشان ما تتراكمش فوق دماغك. بس كده يعني. وحاولوا برضو يعني بعد المحاضرات تبقى مثلا يبقى في ناس التيم بقى، يعني ان شاء الله يبقى مثلا مجمع الامثله اللي دكتور نوها قالتها، يعني اي حاجه هي ممكن مثلا تبدو ان هي لا نظري مش ليك في الامتحان، لا حطوها عادي هتيجي يعني. تمام، شكرا جدا يا ساندي انت ويوسف، وهنخش على المادة اللي بعدها الماس. والماس هي متقسمة لجزئين، جزء الـ ODE أو الـ Ordinary Differential Equations والفورير. هنعرف كل واحدة منهم. أحمد أنت عايز تسأل في حاجة في اللي قبل كده ولا في الماس ولا قول اسأل يعني؟ لا لا في الـ Optics يعني. صوتي واضح؟ قول. صوتك تمام. يا دكتورة نوها بتنزل جزء السلايدز أو كده؟ او بتذاكر منين عموما؟ بتنزل السلايدز كلها. هي بتنزل السلايدز كلها، انت وانت برضو في المحاضره بتكتب وراها في حاجات نوتس في النص او امثله في النص، مثلا مثال زي الاستاد او ايا كان، يعني هو هيتقول لك تفاصيل معينه كده هتلاقيها في الامتحان بالظبط من اللي هي بتقوله بس. والسلايدز هي الكونتنت عباره اللي هو زي المرجع اللي انت بترجع له في الاخر، ماشي؟ فانت لازم تذاكر السلايدز ولا مش فاكر بالظبط، بس هو بيبقى فيه امثله تعويض مباشر قوي اللي موجوده في السلايدز، يعني مش اسئله فيها فكره قوي، فاهم؟ الاسئله اللي فيها فكره قوي بيتلمح لها من الدكتور، يا اما الباشمهندس يحيى بيحلها معاك وبيقول فكرتها معاك بالبق، وبتخشوا الميد ترم بتلاقوها بقى. فانت لازم تبقى فاهم الكونسبت قوي عشان تقدر تحل وتعوض على طول. تمام ماشي، جاوبت سؤالك كده. لو في اي حد تاني عنده اي سؤال.
تمام. هنبتدي جزء الماس تاني، الجزء بتاع الـ ODE والـ Fourier. كان في كذا حد سأل إن هو مش عارف يفرق إيه الـ ODE وإيه Fourier وإيه علاقتهم أو هنستفاد إيه بالظبط، وسمع إن الاتصالات أصعب قسم في جزء الماس والفيزيكس، فجبناهم سوا أهو. وإيه، وأحمد طارق هيكلمنا عن جزء الماس بالتفصيل. اتفضل. تمام، السلام عليكم يا شباب. هو انا هحاول كده اديكم انترودكشن بسيطه عن ماده الماس في الترم الاول هتبقى عامله ازاي. بس اول حاجه انا عايز بس اكلمكم عن الماس بشكل عام في هندسه اخص، يعني احنا ما بنهتمش، يعني اللي هتلاحظوا عامه في كل الكورسات احنا مش بنهتم بالمحتوى العلمي او الساينس قوي في الماس، على قد ما احنا بنهتم ان احنا بنستعمل الماس كتول. فانت مش شرط لما تاخد الماده سواء في الترم الاول او حتى اللي انت خدته في اعدادي هتلاقي نفسك بتستعمله كله دلوقتي، لا انت بتستعمله على مدار السنين وبتقدر تعرف الابلكيشنز بتاعته مع مرور الوقت. فممكن يبان في الاول ان هو رخم، بس لما مع محاولتك الحل الكتير ومع مرور الوقت هتلاقي نفسك بتبدا تستعمله في القسم. فانا في الاول عايز اعيد تاني بس بسرعه كده تقسيمه المنهج عشان كان لو حد مش فاهمها، واحاول ادي انترودكشن بسيطه لكل جزء. هو المنهج بيتقسم لجزئين رئيسيين، differential equations و Fourier. ال differential equations بتتقسم لثلاث أجزاء رئيسية بيتقسموها المحاضرات، first order, higher order و Laplace. تمام، نقدر نقول إيه هي ال differential equation باختصار؟ نقدر نقول ال differential equation، إحنا مثلا كان عندنا معادلة جبرية دي اللي عارفينها طول إعدادي وثانوي. إيه هي المعادلة الجبرية؟ مثلا x square بتساوي 4، فبنقول إن ال x هتساوي 2 أو سالب 2. الفرق في الديفرنشال ايكويشنز ان احنا بدل ما بنحل علشان نجيب قيمه، لا احنا بنحل علشان نجيب معادلات او فانكشنز تحقق لي المعادله دي. فمثلا بقول واي دبل داش زائد واي داش بيساوي 2 واي، ايه الواي اللي ممكن تحقق لي العلاقه دي؟ فنقول مثلا اي اس اكس، فلو اشتقتها مرتين واشتقتها مره وجمعتهم هيطلع لي 2 اي اس اكس، فاللي هو ايه؟ هيحقق لي نفس العلاقه دي. فدي نقدر نقول باختصار فكره الديفرنشال ايكويشنز العامه، وده اللي هتقابله في الفيرست اوردر والهاير اوردر اللي هم اول جزئين في منهج الديفرنشال ايكويشنز. انت بتشوف صور مختلفه للديفرنشال ايكويشنز وبتاخد طرق حل مختلفه ليها فبتطبق عليهم كده. تاني جزء انت بتقابله هو جزء لابلاس، وجزء لابلاس هي يعني هيديك كونسبت جديد اول مره هتشوفه عامه، وهو فكره الترانسفورميشن. هو اسمه حتى لابلاس ترانسفورم. هو باختصار انت بترانسفورم الفانكشن او بتحول الفانكشن انك تشوفها بطريقه تانية او بصوره تانية في دومين تاني. يعني مثلا بدل ما بتشوفها تخيل كده، بدل انت مثلا بتشوف الفانكشن بعين الزمن، لا انت بقيت بتشوفها بعين التردد، يعني كانك بتشوفها بعين تانية. ده فكره الترانسفورميشن، وهحاول برضه ادي مثال في الاخر عليها شويه يوضحها لكم اكتر. بس انت هتدرس في لابلاس ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه خواص لابلاس، ايه الخواص بتاع والبروبرتيز بتاعته. تاني حاجة الانفرس بتاعه، يعني انت مثلا حولت اللابلاس ازاي ترجع للفانكشن العادية تاني، ده هتدرسه في لابلاس. وهتدرس ابلكيشنز على لابلاس، بس الابلكيشنز مش هتبقى ابلكيشنز بالمعنى المعروف ليك، لا هو هيبقى اتنين ابلكيشنز رئيسيين هيبينوا لك قوة لابلاس. اول حاجة انك تحل بيه تكامل، فتلاقي ان في تكاملات نوع معين من التكامل تقدر تحله بلابلاس، وايه هتقدر تحل الديفرنشال ايكويشنز اللي كانت في اول الترم بتاخدها، هتقدر تحل اجزاء منها كتير بلابلاس، وممكن حتى اجزاء ما كنتش بتعرف تحلها في العادي هتلاقي حلها بلابلاس اسرع بكتير قوي واسهل. تمام كده تقريبا خلصنا جزء الديفرنشال ايكويشنز. تاني جزء عايز اتكلم عليه هو جزء فورير، وهو بيتقسم في الاساس لحاجتين هتاخدهم على مدار المحاضرات، فورير اكسبانشن وفورير او فورير سيريا وفورير ترانسفورم. اول حاجه معنى الاكسبانشن هو لو انت عايز تشبهه بحاجه انت خدتها في الترم الاول في اخر التفاضل، انت خدت حاجه اسمها ماكلورين سيريا وتيلر سيريا. هو باختصار انك كنت بتحاول تجيب قيمه تقريبيه للفانكشن او شكل تقريبي بيوصف الفانكشن. انت بتاخد نفس الفكره دي في فورير، هي بس الفرق انك بتوصف داله بريودك، يعني فانكشن بريودك. طب يعني ايه بريودك؟ هي داله بتتكرر كل زمن محدد او كل زمن معين بتدي نفس الشكل. فانت بتحاول توصف الفانكشن دي ليه؟ عشان ده هيساعدنا جدا قدام في القسم في موضوع الاناليسز. ففورير اكسبانشن هتساعدنا جدا في حوار ان انت تقدر توصف سيجنال مثلا، فهتقدر عشان هي حاجه بتتكرر كده كده السيجنال، فهتقدر انك توصفها باستخدام فورير. تاني حاجه تاخدها فورير هي فورير ترانسفورم، ودي شبه لابلاس ترانسفورم شويه، وحتى هم لو انت دورت على الماس بتاعهم هتلاقي ان هم في ما بينهم علاقه اصلا، الاثنين قريبين جدا من بعض. بس انت هتدرس شبيه شويه لابلاس في انك هتدرس بس البروبرتيز بتاعتها، والمفروض مش هتفهم قوي احنا بنستعملها في ايه، غير مثلا في ماده لما نكبر في سنه تانيه هتشوف ماده زي السيجنالز هنستفيد بيها اكتر فيها. بس هي باختصار نقدر نقول ان لو جالي
function periodic مع أداة مثلا نقدر نحللها لحاجاتها الرئيسية، فكأننا بنستعملها باختصار في الاناليسيس. مثال عايز اوضح لكم بيه الترانسفورميشن شويه، عشان ممكن هو ده اللي انتوا استغربتوه على حد ما اكرامي قال لي في ككونسبت. هو الترانسفورميشن باختصار انا عايزك تتخيله شويه، هو ممكن تخيلي ما يبقاش مبدا علمي قوي، بس هو هيوضح لك الفكره اللي الترانسفورميشن عايز اوصلها لك. انت الفكره تخيل ان انت بتشوف اوبجكت قدامك او داله، خلينا نقول انت بتشوف داله قدامك. فلو انت معاك نظارتين مثلا، نظاره 3D مثلا ونظاره نظارة شمس مثلا، ده اللي جه في دماغي. فانت لو جيت بصيت من عين النظارة الشمس، لو جيت بصيت من غير نظارات اصلا هتشوف حاجة، لو جيت بصيت النظارة الشمس هتشوف شكل مختلف شوية، ممكن بين لك تفاصيل ما كانتش باينة قبل كده. لو جيت شفت بالنظارة 3D هتشوف تفاصيل ممكن النظارة والعادي ما كانش باينها لك، فتقدر تجيب اناليسيس اكتر. فانت تخيل الترانسفورميشن دايما على ان هو انت كأن معاك مثلا فوريير ترانسفورم دي نظارة، واللابلاس ترانسفورم دي نظارة، وبشوف الفانكشن من عيون مختلفة من خلالها فأقدر أوصفها أكتر. تمام، دي نقدر نقول ده ملخص المنهج بسرعة كفكرة عامة. عايز أتكلم بقى في شوية نصايح كده، ده نصايح في المادة. أول نصيحة أقولها لك، وهي تقريبا هتلخص كل النصايح اللي أنا عايز أقولها لك، هي حل كتير. حل كتير ليه؟ المادة خصوصا في جزء الديفرنشال ايكويشنز احنا عندنا اشكال كتير وفورمز كتير وطرق كتير للحل، مش هتقدر ان انت هتبقى فاهمهم وهتقدر تفهمهم في المحاضرة عادي بسهولة، بس مش هينفع انك في الامتحان عشان بيبقى عندنا ضغطة شوية في عدد الاسئلة انك تقعد تفكر ايه طريقة الحل اللي انا هعملها. لا، انت من كتر الحل، ودي النصيحة اللي انا بقولها لك، هتقدر في الاخر على اخر السنه مثلا او على قبل الامتحان انك تبص للايكويشن مثلا او للسؤال، انا السؤال ده مثلا في اقل من 30 ثانيه هتقدر تحدد انا خلاص انا هحل بالطريقه دي. ده هيجي من ايه؟ بانك تحل كتير، عشان هي زي كل مواد الرياضه اللي انت قابلتها، وزي ما انا قلت لك في الاول هي بالنسبه لنا تول، فعشان اقدر احل بسرعه لازم التول دي اكون استعملتها كتير عشان اقدر اكون كاني متدرب عليها كويس. تمام، تاني نصيحة عايز أقولها لك هي إن احضر في المحاضرة واكتب ورا الدكتور على قد ما تقدر، أو شوف حد كاتب في المحاضرة. ليه؟ الدكتور خصوصاً دكتور سامح عندنا هو اللي كان ادانا الجزئين، بس في العادة ما بيبقاش دكتور سامح بيدي الجزئين، بس المهم هو ساعات بيقول لك على غلطات بيقع فيها الناس اللي تيجي تحل مثلا في اجزاء معينه في المنهج. طبعا مش هقدر اقولها عشان ما اخشش في التفاصيل، بس هي الفكره بيقول لك مثلا في ناس بتقع كتير هنا، السؤال ده مثلا جه قبل كده سؤال زيه بالشكل ده، ف مش شرط يقول لك ركز عليه، بس بيفتح مدارجك ان هو ممكن يجيب لك سؤال زي ده في الامتحان. تمام، وده مش دايما ممكن حتى حد يكتبها في عشان هي بتبقى نوتس على جنب او كلام خارجي، ممكن ما تقدرش كل الناس تصغها في كتابه المحاضرات، فالافضل ان انت تحضر وتكتبها انت. بالنسبه للحضور في المحاضره، فهو مش كل الناس كانت بتعتمد على الحضور للامانه، بس هو الحضور مهم عشان هو بيخليك تركز اكتر، بس في ناس كتير كانت بتعتمد على المحاضرات المتسجله في خصوصا في يعني في الماده بشكل عام. لو بالنسبة لنقطة الحل، لو جينا نبص ايه افضل مصدر حل واكتر مصدر حل هيبقى مجمع اغلب الحاجات اللي بقولك عليها خصوصا في جزء الديفرنشال ايكويشن، هو شيت دكتور ايهاب، وبعديه يجي شيت دكتور سامح. بس شيت دكتور ايهاب في الاول، ليه شيت دكتور ايهاب؟ تقدر تفكر فيه كده كأنه المعاصر بتاع المادة دي بالذات، كمية اسئلة مهولة، وتقريبا لما معظم ان لم تكن كل الافكار اللي ممكن تقابلك في المادة، ومن أسئلة بتتحل بسرعة، الأسئلة بتتحل على فترات طويلة، ومتقسم في الأول كل جزء على ترتيب المنهج. يعني تلاقي السؤال الأول مثلا هو اللي انت خدته في محاضرة النهاردة، فمنظم جدا، وهتلاقي في الآخر مثلا جزء مليان أسئلة عشوائية عشان تقدر تحدد انت بنفسك ايه الطريقة اللي انت المفروض تحل بيها. ده بالنسبة لجزء لابلاس والديفرنشال ايكويشنز، فشيت دكتور ايهاب. وفي برضه شيت دكتور سامح، في حوالي 25 مسألة كده، هم اخف شويه للامانه من شيت دكتور ايهاب، بس يبقوا كويسين انك تحلهم عشان لو الدكتور سامح برضو اللي اداكم تقدروا تبقوا فاهمين فكرته ايه. بالنسبه لجزء فوريه، فهو شيت دكتور سامح موجود، ده اهم واحد ركزوا فيه عشان كان جه منه في الفاينل اسئله بالارقام. وبرضو في محاضرات دكتور ايه، دي كانت دكتوره بتدي كورس فوريه زمان من كام سنه، في شويه امثله فيه. وفي اساينمنت كانت بعت لنا احنا في السنه اللي فاتت في الترم الاول، كان دكتور سامح اداهولنا، ده كان مثلا مرجع هو عنده وادانا منه اسئله كتير كده حليناها كاساينمنت ناخد عليه درجات. الاساينمنت موجود برده على درايف 26 بالحلول بتاعته. ده بس انت اصلا لو يعني انت تقريبا انت لو لحقت تخلص كل ده انت خلاص كده تعتبر تمام في الماده ان شاء الله، مش هتحتاج حاجه تاني.
وشي الدكتور إيهاب هو زي ما بقول تاني وعيدها هو كافي جدا. تمام. بالنسبة للسكشن، السكشن للأمانة هو على حسب أنت من أنهي نوعية. يعني في ناس الأمثلة اللي بتتذكر في المحاضرة ممكن ما يبقاش كافية ليها، فبتقول لا أنا عايز أحضر السكشن علشان أشوف المعيد بيحل تاني. بس هي الفكرة أصلا برضو المعيد مش هيحل كتير، علشان هي المادة هو بيعتبر لو أنا فاكر السكشن أسبوع وأسبوع، وبيحل على فورير وبيحل على differential equation في نفس السكشن، فبيبقى مراقب محاضرتين. وبيبقى ساعات كمان لو انت حظك في الجروب مثلا في الاول هو بيشرح فورير بيحل على فورير وانت لسه مخطوش في المحاضرة، عشان من فورير اسبوع واسبوع. فمش كل يعني في ناس كانت بتفضله بس الاغلب ما كانش بيفضل السكشن. بس لو انت ما رحتش السكشن فالبديل لازم تحل كتير. وانا لو انت حسيت انك مش مجمع فلا احضر السكشن اهم حاجة، عشان هو بيجمع الافكار في الاول. نقطة كمان عايز اتكلم فيها هي فكرة ان انت المراقمة زي ما قلت لك في الاول، طرق الحل كتير بس انت هتبقى مجمعها وهتبقى حاسس انك مجمعها ومش صعب تجميعها. يعني الماده مش صعبه، يعني الماده سهل جدا انك تذاكرها. بس هي الفكره، هي الفكره اللي بتفرقك عن حد للتاني هي فكره الحل الكتير اللي بيخليك تحل اسرع. فبالتالي عشان تلحق تحل كل الاسئله اللي موجوده لازم تحل اول باول في شيت دكتور ايهاب او في الشيت او في شيت دكتور سامح، وتخلص الاجزاء اسبوع باسبوع، عشان لو اتراكمت عليك هتيجي في اخر قبل الامتحان هتبقى ما بين خيارين، يا اما تكمل حل في الشيت يا اما تروح تحل كوزات قديمه او امتحانات قديمه. فدايما دايما عشان تلم كل الافكار في الماده وتبقى عندك سرعه البديهه في الحل لازم تحل اول باول وتبقى الماده على طول في دماغك. هتكلم عن الامتحانات بقى شويه كده بسرعه. الكويز الكويز لو انا فاكر ما كانش فيه كويزات كتيره قديمه خصوصا للمعيد بتاعنا تقريبا، فواجهتنا مشكله في الاول. كان في ناس طلعت من الامتحان كويس عشان هي كانت حله كتير، وكان في ناس لا. بس هي ان جنرال كانت المشكله اللي قابلت ناس على حد علمي ان هو كانت فكره الوقت. فهي هنرجع تاني لنفس النقطه اللي انا قلت لكم هعيد فيها كتير، فكره الحل الكتير. تمام. الميد كان سهل جدا للامانه، دكتور سامح كان جايب المد مباشر جدا. بس هي بس الناس اللي غلطت كانت غلطت في غلطات بسيطه جدا. يعني مثلا الدكتور سامح قال تسميه حاجه معينه باسم معين في المحاضره، فالناس عرفتها في المحاضره لما دخلت كان ليها اسمين، فهو حط الاسم اللي اتقال في المحاضره، ففي ناس اتلخبطت. بس ان جنرال كانت يعني كان المد سهل جدا، وحتى الافرج اللي انا فاكر كان 18 او 19 من 21 تقريبا. ينفع هو موضوع ان المد سهل هقطع دقيقه، مد سهل ده احتمال بيجي جدا ما تتكررش، لان هو لما ادى طيران الترم الثاني قال ان انا كنت ما كانش المفروض ادي مد سهل، فاداهم مد تقيل شويه. يعني هو قال ما كانش المفروض ادي مد سهل في اتصالات، فادى لهم مد تقيل شويه، وعلشان كده الفاينل عندنا كان صعب، علشان يعمل زي ما بيقول ان هو عايز يعمل توازن في الدرجات، او الدرجات تكون منطقيه، يعني ما يبقاش كله جايب 100%. يعني من الاخر ذاكر كويس قبل الميد، ما تعتمدش ان هو سهل. تمام. ماشي تمام. نوت كويسه ما كنتش عارفها. تمام. هو بشكل عام انت 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 لو تابعت كل اسبوع وحليت كل الاسئله اللي موجوده، او مش هقول لك طبعا كلها على قد ما تقدر معظمها، انت مش هيبقى عندك مشكله كبيره في الماده. يعني بالنسبه للفاينل، الفاينل عندنا كان مش جه صعب شويه، ومش فكره صعوبه، يعني كانت اسئله ما بتتحلش، لا هي كانت اسئله عادي، وتقريبا افكار اتعاملنا معاها اكتر من مره على مدار السنه. حتى كان في سؤال متكرر في الشيت، بس هي الفكره الكل كان طالع مشتكي من الوقت، فهي لوب انا دايما هتبان ان انا بعيد فيها، بس هي فعلا لوب مهمه. هي فكره تحل كتير عشان تتجنب مشاكل كتير على مدار السنه، وحل وما تراكمش اسبوع باسبوع عشان ما تجيش قبل الامتحانات تختار هل احل مثلا شيت واجمع افكار الشيت، ولا اروح احل امتحانات. بس يعني تقريبا هي دي معظم النصايح يعني اللي اقدر اقدمها. يعني لو في حد عنده سؤال او حد عايز يضيف حاجه عليا برضه. هو في جزء كمان السنه دي بس، او السنه بتاعتنا يعني، كان دكتور سامح ادانا عشان دكتور ايهاب كان تعبان. فلو دكتور ايهاب اداكو فمهم جدا جدا تعرفوا طريقه حله بالظبط وتشتغلوا عليها، عشان هو بيجيب الاسئله متكرره من الشيت بتاعه، بس مهتم جدا ان انت تحل بنفس طريقته، عشان هو بيدي درجات على ده اكتر حاجه. وكان ده كان في جزء الاو دي اي، جزء فورير كان بيديه دكتور اسمها دكتور ايه، كان الاسئله بتاعتها برضو كانت كويسه، وكانت بتبقى من الشيت بتاعها. تمام. ده في حاله ان دكتور سامح ما اداكوش زي عندنا. تمام. وكده كده لو مش مجمع اي اسئله اي حاجه، او مش فاهم اي حاجه،
هترجع للفيديوهات بتاعتنا، دكتور سامح برضو كان شرح كل حاجة كويس، ودكتور إيهاب عن لينا شرح موجود في تشانل ميكانيكا تقريبا. تمام، في حد عنده سؤال؟ صح، أحمد اتفضل. هو الامتحان بيبقى ام اس كيو ولا ريتن بتاع الماس؟ بص، هو دكتور ايهاب بيبقى ريتن، بس هو احنا عشان دكتور سامح كان هو اللي ادانا الجزئين، فكان الامتحان سواء ميد او فاينل، وحتى الكويز كان المعيد حاطه كله ام اس كيو. بس لو في حاله دكتور ايهاب اداكو، حتى دفعه ميكا اللي اداهم الترم الثاني كان الامتحان بتاعهم ريتن. لازم نعرف طريقته يعني، عشان هو هو ممكن هو انت كده كده على الأب... كده ايه معلش، هو بيرخم ممكن تصحيح الامتحان لو ما عم حلتش بطريقته، او مثلا بطريقه تانية انا فاهمها من مكان تاني او اي حاجه. بص، انا مش هقدر افيدك في الحته دي عشان هو ما ادانيش، بس هي الفكره ان هو معظم النصايح اللي انا كنت سامعها عنه في اول السنه، ان هو انت لا فعلا الطريقه اللي يقولها لك في المحاضره او لما تحضر معاه تمشي بنظامه هو. هو انا عموما برضه يعني ممكن اقول اضيف حاجه في موضوع دكتور ايهاب ده، يعني انا كده كده كنت اعرف ناس من ميكا يعني في الترم الثاني اللي ادالهم يعني وكده. هو ان اهم حاجه بس في الامتحانات بتاعته هو انك تبقى حلل كتير، علشان حلل كتير وعارف الطرق بتاعته، عشان الامتحانات بتاعته بتبقى سهله، بس مشكلتها في انها بتبقى طويله، فانت حل على قد ما تقدر، بس مش شرط ان انت تقفل الامتحان كله. وكمان حاجة كمان برضو، ان دكتور ايهاب ما بيحبش ان انت تنط من سؤال لسؤال، تعمل جزء هنا وجزء هنا، انت كده دي مش حاجة كويسة بالنسبة له، هو مش عاوز كده. هو عاوز المهم عنده ان انت تبقى مخلص سؤال كله مثلا من وسط 3 اسئلة، احسن ما تبقى حالل جزء حتة بسيطة في كل 3 اسئلة. يعني عنده ان انت تبقى مخلص سؤال من اوله لاخره، احسن ما تبقى مقطع يعني. بس دي يعني كانت اهم النقط اللي اتقالت عنه، يعني حتة ان انت بس تعرف تحل على قد ما تقدر، عشان بس هو امتحاناته بتبقى طويلة لكن تتحل. وبس كده. ماشي، شكرا. طب يا شباب، لو انا اتفضل اسأل. كان عندي حاجة تعليق بس على الكلام اللي كان في الاول. حاولوا، احنا كلنا عارفين ان الماث مش الهدف، وان هو مش ساينس بناخده في الكليه قوي، بس حاولوا تفهموا ان الماث ده بالذات يعني بيخدم عليك في القسم، فلو انت فاهم الكونسبت هترتاح بعدين في القسم، فحاول تديله بعض ان انت تفهمه شويه، مش طريقه حل وخلاص. بس خلاص، لو حد عنده اسئله بقى لو سمحت. تمام. طب حد عنده اي سؤال تاني، او حد مش مجمع اي حاجه في التفاصيل اللي اتقالت؟ هو انا احتاج حاجه من اعدادي معينه في التكامل وكده ولا ايه؟ هو بص، بالنسبه هو كان في فولدر معمول في درايف 26 في الحاجات اللي انت محتاج تراجعها، سواء ترم اول او تاني في كل ماده. الحاجات اللي انت محتاجها هو الديفرنشال ايكويشنز بالذات، انت محتاج جزء التكامل بس مش محتاجه بنفس تعمق اعدادي. يعني هي المسألة مثلا قول حوالي أكتر من 50% منها، أو مثلا 60% بيبقى في الأول جزء differential equations، بعد كده اللي هو الجزء اللي انت بتاخده في المادة، وبعد كده بتبدأ ترجع للتكامل، بس مش تكامل عميق قوي. ومش كل، ولو في سؤال ترخم فيه في التكامل ما بيبقاش مثلا سؤال يعني ما بتبقاش أسئلة كتير، ممكن يبقى سؤال واحد مثلا أو كام سؤال في الشيت. تمام. كده عمر الجواب على السؤال. صح، في حد عنده اي سؤال تاني في جزء الماس؟ لازم اكون مراجع حاجة اعدادي قبل ما ادخل، ده سؤال موجود في الشات بيقول لازم اكون مراجع كل حاجة قبل ما ادخل، مراجع حاجة اعدادي يعني اللي هو الديفرنشيشن او الانتجريشن قبل ما يخش؟ مش كله بتبقى محتاج تراجع، هو اهم جزء ممكن التكامل بس بالذات، عشان جزء الديفرنشال ايكويشنز في الاول والترم الثاني، بس ده يعني مش وقته دلوقتي، يعني ممكن تبقى تحتاج تراجع حاجات تانية دلوقتي. هنبتدي في الجزء بتاع اخر ماده معانا، وهو الجزء ده معتمد متقسم على جزئين، جزء ساينتفك ثينكينج
أو التفكير العلمي يعني، بيتكلم بالتفصيل عن التفكير عامة، والجزء بتاع الانتربرينورشيب هيتكلم معانا يوسف أحمد إن شاء الله. اتفضل يوسف. أول زيكم كلكم يا شباب، إحنا معانا 25 واحد، يا رب كل يكون استفاد ويكون استفادوا يعني من كلام الناس الجمال اللي هم فعلا كويسين أوي إنسانيا قبل أي حاجة، وفعلا من أكتر الناس اللي ممكن استفيد منهم بشكل شخصي قبل ما يكون بشكل علمي يعني. تاني حاجة، أنا حابب الأول قبل ما نبدأ في الكورس ده نتكلم شوية كده، كل الناس تبدأ تتكلم شوية. أول حاجة، أنتوا دلوقتي 26 اللي حاضرين دول، شايفين سنة إعدادي دي بالنسبة لهم صعبة ولا سهلة؟ أو شايفين إيه الفرق بين إعدادي وثانوي شوية؟ هل حسيت إن في صعوبة قوي بعد ما عديت من ثانوي لدخولك سنة إعدادي ومرورك بيها، وإنك غالبا يعني جايب مجموع كبير دخلك قسم اسمه اتصالات ولا لأ؟ يعني اللي مش حابب يتكلم ممكن يكتب في الشات كده، بس حاولوا كلكم تشاركوا يعني، احنا ما فيش حاجة تمنع ده. يعني سنة إعدادي بالنسبة لك صعبة ولا سهلة؟ هل الناس حابة تتكلم أو تشارك ولا لأ؟ في حد بيقول لأ، هي إلى حد ما هي كانت سهلة وأحسن من ثانوي بكتير، ويمكن هي أحسن من ثانوي بكتير لأنها ما فيهاش المواد اللي كانت رخمة بالنسبة لنا في ثانوي، بس الأغلب أكيد منكم شايف إن السنة كانت سهلة. طب هي ليه السنة كانت سهلة بالنسبة لك قوي؟ أكيد طبعا لأنك دخلت بدأت تخش في مواد أنت كنت حاببها أصلا في ثانوي، زي مثلا الرياضة الماس. طبعا في إعدادي باختلاف الدكاترة باختلاف وكل مور السيامور ده برضو كان حلو، بس قبل كده يعني أنت دلوقتي دخلت كلية هندسة ودخلت سنة إعدادي وحضرت محاضرات لدكاترة، في دكاترة كويسين كانوا بيفهموك، وفي دكاترة تانية كانوا بيحاولوا يبصمجوا الدنيا عشان تعدي، وده كله موجود في الكلية. بس الفكرة كلها في نقطة، أنا بالنسبة لي في ناس بيقول إن هي كانت سهلة وأحسن من ثانوي، أنا شايف إن الأغلبية هيقولوا كده، خاصة اللي وصلوا القسم اسمه اتصالات دول مرحلة زي دي. طب أنت ليه شايفها سهلة؟ أنا هجاوب من وجهة نظري والحاجة اللي أنا كنت شايفها برضه. أنت بعد ما عديت من ثانوي، أنت الأساسات اللي أنت خدتها في ثانوي دي تؤهلك جدا إن أنت تخش هندسة لمواد زي مثلا الداينامكس، الاستاتكس، كل ده أنت تقريبا خدته في ثانوي، يعني أنت مرتاح في إعدادي. طب أنت بقى دخولك لكلية هندسة أو دخولك للجامعة، هل هو بدأ في إعدادي؟ أنا من وجهة نظري شايف لأ، أنت بداية الجامعة معاك مع أول سنة تخصص. يعني انت اعدادي دي حاجه والتخصص حاجه تانية. طب انت القسم بالنسبه لك ده انت هتكون مستريح فيه، دي حاجه نسبيه جدا بقى. طب انا جبت مجموع عالي جدا قوي في اعدادي ووصلت للاتصالات وكان ممكن كمان اخش حاسبات الاعلى منها، هل ده ممكن ده معناه ان انا ابقى مماثل اتصالات؟ دي حاجه نسبيه برضه، لان انت في اتصالات بقى في اول سنه تخصص غالبا انت بتكون اصلا يعني خلاص جبت بنزينك على الاخر، انت تعبت قوي في اول في ثانوي ودخلت هندسه وتعبت قوي في اعدادي عشان تجيب مجموع تدخل بيه تخصص انت حابه. طب وبعدين انت اصلا دلوقتي انت غالبا مجهد نفسيا الا لو انت حاب يعني بتطلع الضغط اللي جواك ده بشكل ما. طب انا دخلت اتصالات، اتصالات بقى دي بدايه الدراسه بجد اللي في الجامعه، انت هتبدا تخش في حاجات انت اول مره تشوفها في اعدادي، لا اغلب الحاجات انت كنت شايفها قبل كده في ثانوي، فتلاقي دي كانت سهله، ده انا كنت بذاكر وقت قليل، ده انا كنت ما بعملش مجهود، ده انا كنت بذاكر لازم قبل الامتحان بشويه وادخل احل اجيب مجموع ودرجات كبيره، ده كله احنا عشناه. طب انت دخلت اتصالات ده تخصص بقى، في حاجات هتكون سمعت عنها قبل كده وفي حاجات هتبدا بقى لاول مره تشوفها، اول مره تبدا تذاكر حاجه جديده عليك قوي عكس اعدادي. طب ده هعدي بيه ازاي؟ ده عدي بيه ان انت كل ثقافتك عن الجامعه او كل معرفتك عن نظام الجامعه نظام المذاكره بتاعتك انساه ازاي؟ ان انت تبدا تخش في السنه دي ان انت فعلا حابب ان انت تجيب
اخرك يعني يعني ما توفرش مجهود. سنه اعدادي مش مقياس للسنه الاولى، ما تبقاش داخل على اول سنه وقايل ان انا همشي بنفس سيستم الدراسه بتاعتي ونفس المذاكره وهاخد نفس الوقت بتاع المذاكره، ده هيبقى صعب جدا. يبقى انت لازم وانت داخل تبدا بقى بدايه جديده للجامعه. انا دي اول سنه فعلا فعليه للجامعه، هي دي اول سنه انت حطيت رجلك فيها وهتبدا تتعلم حاجه جديده. فحاولوا على قد ما تقدروا ما تاخدوش خلفيه عن نظام المذاكره بتاع اعدادي او ثانوي للقسم، حاولوا مذاكرتكم ما تستخسروش فيها. في ناس ممكن يكونوا ولاده بيشتغلوا شغلانات بسيطه جنب الجامعه، ده ممكن كان كويس في اعدادي وكانت الدنيا ماشيه، بس الاول ادي فرصه لنفسك في سنه في التخصص يعني في اول سنه اتصالات انك فعلا الموضوع هيبقى فارق جدا معاك. اكيد هتقدر تذاكر من المرجع. المرجع كلمه يعني كلمه فيها خضه كده، لكن حقيقي انت في حاجات في المرجع انت كل اللي متعلمه. يعني انت عشان تذاكر من المرجع محتاج ايه؟ محتاج انا هجيب المرجع منين، ودي ممكن اي تيم ماتيريال يكون حاططه على الدرايف، او كل الدرايف عندنا فيه مراجع كتير في كل ماده. طب انا هفتح المرجع ازاي؟ هتلاقي في حاجه اسمها ريفرنس او فيها تيبل اوف كونتنت. لو انت فاتح البي دي اف على اي برنامج كويس هتلاقي كده في جنب في تيبل اوف كونتنت، تنزل تدور على المصطلح اللي انت عاوز تدوس عليه، تبدا تدخل على الصفحه دي هيجيب لك هو الصفحه على طول، تبدا تقرا فيها ببساطه جدا. اي حاجه فيها تعمق، اي حاجه شكلها مكلكع ما تكملش فيها، لكن انت هتلاقي الكلام اصلا بسيط. تمام. انا كنت حابب اتكلم في النقطه دي لان فعلا ده تجربه شخصيه عني، ان انا كنت داخل اتصالات بنفس العقليه بتاعت اعدادي، ان الكليه ما اختلفتش كتير، ما كنتش بذاكر كتير في اعدادي فهكمل كده، لان الموضوع مختلف. الموضوع حاول تقسم وقتك كويس، حاول كل كورس ما تراكمهوش. في اتصالات خلفيه ليه بيقول لك اتصالات اصعب قسم؟ اتصالات مش اصعب قسم عشان الحاجات اللي بياخدوها صعبه، اتصالات اصعب قسم لان فعلا فعلا انت هتدخل تحت ضغط. تحت ضغط ازاي؟ تحت ضغط الكميه المحاضرات والكونتنت الكبير قوي اللي انت هتاخده. هتلاقي نفسك في الاسبوع الواحد واخد لك محاضرتين لوجيك ومحاضره سيركت ومحاضره في كل ماده، وفي مواد هتلاقي فيها محاضرتين. فانت لو مش مركز ومش موزع وقتك صح، ممكن تذاكر وقت قليل بس موزع وقتك صح، هتلاقي نفسك في الاخر انت بتذاكر كل حاجه فعلا فعلا، كل حاجه منظمها ما بتراكمش حاجه، الدنيا ماشيه بمنتهى السهوله معاك. الموضوع مش مستحيل ولا الموضوع صعب قوي، بس انت لازم ما تراكمش حاجة على قد ما تقدر. اول ما تبدأ تراكم محاضرة ورا محاضرة ورا محاضرة، وصلت الاسبوع الثالث لقيت عليك كمية حاجات كبيرة، لازم تقف وقفة وتركز جدا، لانك لو كملت كده هتوصل بقى المرحلة انت مش هتكون حاببها. ايه هي بقى المرحلة دي؟ ان انت عندك امتحان بكرة ولسه عندك حاجات ما ذاكرتش، وفي ناس كانت موزعة صح فذاكرت كل حاجة وقبل الامتحان قاعدة بيحلوا امتحانات قديمة. دي الفكرة بقى. فانت على قد ما تقدر ما تراكمش حاجة عشان تبدأ تجهز للامتحان بجد. تمام؟ دي نقطة مهمة جدا لازم كل يركز فيها. حاول على قد ما تقدر اول سنة فيها حاجات كتير، فيها تجارب كتير، فيها حاجات حلوة وحاجات وحشة. ما تخليش حياتك كلها دراسة. اتصالات ممكن قسم مقفول شوية على نفسه، حاولوا تعملوا اكتيفيتيز تانية، حاولوا تعملوا حاجات كتير، لان ده فعلا هيبقى كويس لشخصياتكم. انت كشخصية هتخرج من الكلية انت مش هتكون شخصية خلفيتك بس انجينيرينج وبس، لا انت مش انجينيرينج وبس، انت لازم يكون عندك خلفية في كل حاجة، بتعرف تفكر كويس، بتعرف تتعامل مع الناس، بتعرف ان انت ازاي، لازم يكون عندك خلفية بيزنس. وده ناس كتير قوي كبار قالوا لنا ده، انت مش لازم تبقى خارج جامد قوي في الهندسة وبس، لا الانسان مش مهندس وبس، فالحياة فيها حاجات كتير عشان تقدر تنجح. فهنيجي بقى نتكلم على الكورس ده، هي دي الكورس ده فيه حاجات كده من الحاجات اللي انت تحطها جنب الهندسة وتفيدك. طيب هنيجي نتكلم ايه اهمية الكورسين دول. الكورسين دول يعتبروا كله هيجيب امتياز، اغلبه هيجيب امتياز ماشي، بس ده محتاج ايه؟ محتاج شوية تركيز. طب انت ايه هو scientific thinking؟ هو التفكير العلمي، بترجمتها التفكير العلمي. طب هو انت هتستفاد منه ايه؟ التفكير العلمي هتدخل تبدا تسمع عن شويه مصطلحات كده، اللي هو لو لقيت لها بوست على الفيسبوك هتبقى منبهر وقاعد تقرا تقرا تقرا. طب ما انت هتسمع محاضرات عن ده، ايه الفرق مثلا بين الانجينيرنج والتكنولوجي؟ طب ايه الفرق بين الساينس الابلايد ساينس والبيور ساينس؟ حاجات كده انت هتبقى حابب تسمعها. طب محاضراتها مفيده او محاضراتها مسليه او مسليه؟ طب محاضرتها تستاهل انزل من الكليه مخصوص عشانها؟ لا
دي الحقيقة. فانت دلوقتي المحاضرة اكيد مهم ان انت تسمعها، طب انت هتنزل لها مخصوص؟ لا ما تنزلهاش مخصوص، توفر الوقت ده، بس حاول تبقى متابع. طب المحاضرات دي متصورة؟ كلها متصورة الحمد لله على تشانل 26. طب انا هستفاد ايه بقى من الساينتفك سينكينج؟ الساينتفك سينكينج هيكون اول مشروع انت في اعدادي عملت مشروع في الفيزيكس وكان ليها برزنتيشن كده، قاعد انت والجروب بتاعك حوالين معيد وبتعملوا برزنتيشن. لا هتبدا المره دي في الساينتفك سينكينج تعمل اول مشروع، وهيكون مشروع كده بيتكلم على الساينتفك سينكينج. طول الليكتشرز بتاعتك هتاخد خطوات الساينتفك سينكينج، ازاي تعمل ريسيرش، ازاي تعمل كل ده، كل ده هتبدا تعمله. طب هتخش على المشروع، يعني ايه مشروع في الساينتفك سينكينج؟ دي حاجه غريبه قوي. لا هي مش غريبه، انت هتاخد اي مشكله، مثلا انا والجروب بتاعي عملنا تايم مانجمنت، هنبدا نناقش الساينتفك سينكينج بالمشكله بتاعتنا وازاي نحلها. طب ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في شخصيتنا. انت لو قاعد بتركز او قاعد بقى مش واخد الموضوع كانها درجات وبس، هتبدا ان انت تفكر الخطوات بتاع الساينتفك سينكينج دي لا هي كويسه. انا لو عندي اي مشكله في حياتي وبدات افكر كده، بس اكيد يعني مش هاخدها مشكله في حياتي، فهعمل بقى ورقه وقلم وجدول ويلا نعمل سيرش ويلا نجمع ويلا نستنتج، اكيد لا. بس هتلاقي لا تلقائيا كده انت اي مشكله بتمر بيها بتحلها بنفس الطريقه بتاعه الخطوات دي. فالموضوع يبدو اكيد هو هيكون مسلي، اكيد ممكن في لحظات تقول ايه لازم الكورس زي ده، انا بضيع وقت فيه. هو انت بتضيع وقت فيه اكيد، ده هيحصل لما تلاقي نفسك ان انت بتتعب او في مرحله ضغط في الكليه ونازل بتحضر محاضره زي دي هتقول عليها محاضره تافهه. لا هي ممكن ما تكونش تافهه. فاول ميزه للكورس ده اتكلمنا عنه ان هو من ناحيه الشخصيه هتبني لك حاجه في شخصيتك. تاني حاجه البروجكت اللي احنا قلنا ايه عباره عنه البروجكت ده، البروجكت ده هيكون ليه اول برزنتيشن هيكون قدام المعيد، ده معيد هيكون هو اللي معاكوا في السكاشن، هيتعملوا اول مره برزنتيشن على بروجيكتور وهو هيكون قاعد قدامكم. بس غالبا الدفعه كلها مش موجوده، يعني هو بس اللي قاعد، بس هتكون تجربه لاول مره تقريبا الا لو ليك تجارب سابقه بقى في بروجكت تاني. طيب احنا اتكلمنا على المحاضرات، السكاشن، السكاشن دي ما الماده ما فيهاش سكاشن كتير، الدكتور هيدخل يشرح لك، دكتور اسمها مي كانت بتشرح لها محاضرات وكانت طريقة مسلية جدا وبتحب ان انت تتفاعل معاها وتتناقش، وطب المشكلة دي ممكن نحلها ازاي وكل الكلام ده، فانت مش هتبقى قاعد زهقان. طب السكاشن هو المادة فيها سكشنين وهيكونوا حل MCQ زي اللي هيجوا في الامتحانات، هيحلهم معاك المعيد، هما سكشنين تقريبا، وتالت سكشن هيقول لك خطوات المشروع وازاي هتسلمه وازاي هتعمله. هي دي مادة Scientific Thinking تقريبا. امتحاناتها ما كانش ليها midterm، بس كان ليها كويس صغير كده بخمس درجات، المشروع تقريبا عليه 15 درجة. في midterm، لا ما فيش midterm، بس في final ب30 درجة. ايه يعني الجزء ده ب50 درجة؟ لان انت اصلا Scientific Thinking والEntrepreneurship دي اصلا كورس كامل ب150 و50. فالفاينل بتاع Scientific Thinking كان صعب ولا سهل؟ هو كان سهل، بس هيبقى شبه كده مادة التفكير بتاعت إعدادي، هي نسبية شوية. طب بتعتمد على استنتاجك، انت استنتجت ايه من ايه، طب الموضوع ده بيتكلم في ايه. فممكن ناس كتير تتضايق من ده، بس لو مركز، لو مذاكر السلايس كويس، لو مراجع الأسئلة بتاعت المعيد، مراجع الامتحانات القديمة، هتلاقي نفسك بتحل كويس وحليت أغلب الامتحان أصلا. فده جزء الساينتفك سينجل. ايه بقى الانتربرينيرشيب دي؟ دي ريادة الأعمال. المادة دي أنا من أكتر المحاضرات اللي في المادة في أي كورس استمتعت بيها حقيقي. أولا بيقدمها دكتور اسمه وليد غنيم، دكتور تحسه هو دكتور لطيف يعني، بيهزر، بيشرح لك كل حاجة عن طريق إن هو بيدخلك جوه موقف ويحسسك إن هو فعلا كان صاحب مشروع في النقطة دي وعمل كده وفكر كده، وهو في الحقيقة لا ممكن ما يكونش كده، الله أعلم. بس حقيقي الجزء ده هيبقى لذيذ قوي لو انت حضرته. طب هتتعلم فيه ايه؟ هتعرف ايه الفرق بين رجل الاعمال العادي وبين رائد الاعمال اللي هو الانتربرينير؟ طب ايه الفرق؟ يعني ايه بيزنس بلان؟ طب البيزنس هيفشل او هينجح ازاي؟ ازاي اقوم بيزنس بتاعي؟ ازاي اعمل بروجكت صغير ويبدا يكبر؟ كل الحاجات دي مصطلحات مهمه جدا انت هتبقى حابب تسمع عنها لاول مره، وهتفيدك في شخصيتك لقدام او هتبني حاجه كويسه في شخصيتك. طيب المادة دي فيها بروجكت برضو، بروجكت بتاعها بقى ده حاجة مهمة جدا،
انه انت هتعمل بيزنس بلان لمشروع من دماغك، هتبني مشروع من خيالك تعمل له بيزنس بلان. يعني بيزنس بلان دي ان انت تبدا تخطط للمشروع، ايه العوائد بتاعته، طب فكره المشروع ايه، طب بيعمل ايه، طب هنكبره ازاي، طب الجزء المال بتاعه هيجي ازاي، طب مثلا هاخد قرض من البنك الفلاني، طب هسدده ازاي، ايه الارباح، حاجات كتير قوي. والبيزنس بلان دي من حاجات جامده جدا اللي انت هتبقى حابب تسمع عنها، او لو هتميز تخطيطك في اي بيزنس فانت هتبقى محتاج ان انت تتعلمها. تمام، فدي نقطة مهمة جدا، الانتربرينير هتبقى حاجة حلوة ان انت تتعلمه فعلا. ايه تاني بقى في الكورس؟ الكورس بيبقى فيه كويزز. طب كويز واحد؟ لا، هو هيكون 20 برضو عمل سنة و30 فاينل. ال20 مفروض الله اعلم تقسيمتها عاملة ازاي، بس هو المفروض ان فيه كويز وفي متر وفي البروجكت، ده كله في 20 درجة. طب انت هتمتحن كويز واحد؟ لا، هتمتحن كويزز كتير قوي قوي طول فترة السنة. طب ازاي يعني، انا كل شوية انزل الكلية عشان امتحن كويز؟ لا، مستر الدكتور ده ان هو بيريح دماغه بيعمل لك الكويز اونلاين، جوجل فورم، بتدخل على جوجل فورم تجاوب لك 60 سؤال ويطلع لك درجة من 60. يعني ايه 60؟ ده حاجة كويسة، عدد الاسئلة كبير، لما يتقسم فاكتور هيديك درجة عالية، فانت غالبا اعمال السنة بتاعت المادة دي هي مضمونة. تمام تمام طب الميدترم ممكن يمتحنك 2 ميدترم. طب هو ليه جوجل فورم والكلام ده ملحوظة؟ الجزء ده انت مش هتاخده لوحدك، هتلاقي اقسام معاك في نفس المحاضرة. يعني الكورس ده ناس كتير قوي بتاخده. حاجة كمان ايه هي، احنا اتكلمنا على الامتحانات، المحاضرات فيها سكاشن؟ لا، ما فيهاش سكاشن. هتستفيد منها؟ اكيد هتستفيد منها. تقريبا انا اتكلمت على كل حاجة في scientific thinking والانتربرينشيب. ياريت كله يكون مستفيد حقيقي. هو الجزء ده فعلا للأسف هو انت هتقول عليه ملهوش لازمة، ولكن في الحقيقة ان هو هيفيدك جدا جدا قدام يعني. بس انا خلصت كل اللي عندي، وحابب حقيقي اسمع اسئلة كتير كده ونتكلم مع بعض عن السنة حقيقي، لان انتوا كلكم اكيد مش داخلين تعرفوا المواد، لان على الاقل يعني غالبا غالبا انت المواد هتلاقيها قدامك في الكلية وهتتعرف عليها بتجربتك المختلفة بحياتك المختلفة اللي اكيد مختلفة تماما عن دماغنا وعن كل حاجة. تمام، فتجربتنا احنا ما تدلش عن تجربتك اي حاجة. انا تقريبا خلصت، واسف جدا ان انا طولت، وياريت بقى ايه اي حد عنده سؤال في اي حاجة يتكلم. ومعنا يوسف اكرامي، بالمناسبة يوسف اكرامي مندوب الدفعة بتاعتنا، وانا حقيقي يعني تقريبا بدون اي مجاملة هو من اكتر الناس اللي تعبت للدفعة، ومن اكتر الناس اللي قدمت حاجات كتير وجاء على حياته كتير، فشكرا لي جدا. واكيد يعني شكرا لي على انه نظم سيشن زي دي، واكيد طبعا كل الناس اللي عملت اي توك او اتكلمت عن اي كورس. فحقيقي حقيقي لو انت حابب تتكلم مع اي حد فيهم هيجاوبك بطريقة يعني مفيدة جدا، وحاجة هتبقى مستمتع بيها جدا جدا. شكرا المشاريع جدا جدا على الكلام الحلو ده اول حاجه، ومفيش اي شكر، كان هو اللي بيصور كل الفيديوهات اللي انتوا هتشوفوها، غير كده هو اللي بيظبط معظم الحاجه، وانا معايا عبد الرحمن عيسى، احنا الاثنين مناديب الدفعه، واحنا اللي بنظبط كل حاجه للدفعه مثلا. ده اول حاجه. كان في جزء تاني كنت عايز ازوده بس على يوسف احمد، كان في سيكشنين للساينتفك ثينكينج. هتلاقيهم اول جزء او اول سيكشن ده بيبقى غالبا قبل المتر، وهتلاقي اسئله منه داخله معاك في المتر، ماشي؟ يعني هتلاقي منها بالنص كده في الامتحان. وفي سيكشن تاني هتشوفه برده، هو بيبقى ربع ساعه تقريبا، ده بيكلمك عن البروجكت هتعمله ازاي، او هيبقى حواره ايه بالظبط، او هيبقى التوبيك بتاعه عن ايه، او هيمشي ازاي، او التسليمات هتمشي ازاي، كل حاجه بالتفصيل. وهو بيبقى تيمات، التيم بيبقى 5 تقريبا بتتقسموا، وفي الاخر لو في حد ما بقاش في تيم هو بيجمع تيم، يعني بيجمع الناس كلها اللي هي مش في تيمات ويدخلهم كلهم مع بعض. ده السؤال اللي في حد بيقول عدد ساعات بيفرق في المذاكرة. هو انت عدد ساعات دي لو انت شغال، يعني ساعات يعني مثلا الشغل عامة، انت لو شغال في اي شغل فانت هتشوف ان انت مطلوب منك عدد ساعات معين، لكن لا، هو مذاكرة حاجة نسبية قوي، بس عدد الساعات
اكيد كل ما هيكبر اكيد ده معناه ان انت مجتهد اكتر، اكيد ان انت معناه ان انت هتلاقي نتيجة احسن. فكل ما زودت عدد الساعات اكيد، لكن هل انت محتاج عدد ساعات كبير قوي عشان توصل اعلى النتيجه؟ لا مش شرط، دي حاجه نسبيه. في سؤال تاني، الجزء بتاع المواد اللي امتحاناتها ام سي كيو ايرلي ريتد، دي بتعتمد على الدكاتره، بس الدكاتره اللي كانت معانا في الساينتفك ثينكينج والانتربرينور شيب الاثنين كانوا ام سي كيو، والاثنين هم اللي هيدوكوا المفروض. الماس مش متاكد مين اللي هيديكوا ماس، سواء لو دكتور سامح هو غالبا بيبقى ام سي كيو، لكن لو دكتور ايهاب فبيبقى ريتن، ماشي، عشان هو عايز يشوف الخطوات كلها. بالنسبه للاوبتكس فهي ام سي كيو، دكتور نهى اللي هتديكوا ان شاء الله. الهي ترانسفير والثيرمودينامكس هي كانت متقسمه على 4 دكاتره في سنتنا، بس هي في العادي بتبقى 3، فعلى حسب انتوا حظكم، بس هي بتبقى الهيت ترانسفير كلها على بعضها ريتن دايما. ماشي، الاسئله الام سي كيو بتبقى بسيطه جدا في الثيرمودينامكس، وكان 2 ولا 3 وما كانش عليهم ويت كبير خالص، ماشي، وكان بيسالك بس الفكره، غير كده تقريبا ما كانش فيه حاجه تانية، وكان الثيرمودينامكس باقي كله ريتن. جزء اللوجيك سيركتس والالكتريك سيركتس الاثنين ريتن برضو، بس في جزء اللوجيك سيركتس بيبقى فيه في اول صفحه في الامتحان بتاع الفاينل جزء ام سي كيو، وخلي بالك ان هو ممكن دكتور نعمه تكتب فوق ان انت ممكن تختار اكتر من اجابه، عشان في ناس كتير جدا وقعت في الجزء ده، بس ده اللي اقدر افيدكم فيه في السؤال ده. في اي سؤال تاني او حد حابب يعرف اي اسئله تانية او اي كلام تاني عشان نخش في الكيو؟ طب تمام. انتوا كنتوا بعتوا حبه اسئله على الفور، كانت اسئله عامه مش على ماده معينه، فهنفتحها واحده واحده هنمشي فيها سوا. المشاريع هتكون صعبه لحد ما عندوش خبره تقريبا في الهاردوير، وهل الكليه هتدينا كام في الميه من اللي احنا محتاجينه؟ بص، المشاريع اللي عندك في اولى، المشاريع هي عباره عن ساينتفك ثينكينج والانتربرينورشيب، في مشروع، لا هو المشروعين دول، ماشي، المشروعين دول اللي هما الكلام بسيط جدا جدا، هتقدر من وانت في السكشن ان هو هيشرح لك مثلا في الساينتفك ثينكينج ان انت مطلوب منك كذا وكذا وكذا، والتسليمات بتاعتك هتبقى كذا وكذا، الحاجات دي هتبقى بتعرف تعملها، انت اصلا عديت على مشروع اعدادي كان وريك الريبورت بتكتبه ازاي، هو هيبقى مطلوب منك نفس الريبورت ده، بس بيحط لك جايد لاينز معينه. ماشي، يعني ايه جايد لاينز معينه؟ يعني بيقول لك مثلا ان الفونت في الحته دي لازم يبقى الحجم بتاعه 12، الفونت ده لازم يبقى بنوع معين، الحاجات دي مهمه عشان وانت بتسلم الريبورتات اللي بعد كده في المشاريع التانية. ما ينفعش ان كل واحد يعمل مشروع بشكل معين او بالريبورت بتاعه باي شكل، تمام. الجزء بتاع الهاردوير انت ممكن تستخدمه في ايه تاني؟ عندك بقى في المعامل، ماشي، هو كان في السؤال بعده في المعامل فلما نجيله او خلينا نجيله دلوقتي. الجزء بتاع المعامل ايه اللي هيحصل فيه بالظبط؟ المعامل هو بيبقى فيه فيديو شرح في الاول، لو جزء الهاردوير او السوفت وير هو بيديك في الاول هو بيديك في الاول الفيديو بيشرح فيه الكتاية عبارة عن ايه، الكلام عبارة عن ايه بالظبط، التفاصيل بتاعته عاملة ازاي، وبعد كده بتروح المعمل بتسأل المعيد، لو انت مش فاهم حاجة، لو انت مش عارف تعمل حاجة بالظبط هتخش المعمل هتفهمها. في برضو الجزء بتاع السوفت وير، تلاقي تسليمات عندك ممكن ما تبقاش بتفهم قوي من الفيديوهات السوفت وير اللي نازله، ماشي، ممكن تفتح في جايد في اتش دي ال هتلاقيه هتفهم يعني ايه في اتش دي ال، ساعتها في جايد كتاب كده موجود على الدرايف بتاعنا، خش شوف كده وحاول تتعلم البرنامج وحاول تبتدي في الاساينمنت بتاعك ده او التسليمه بتاعك. المهم كان في جزء بس عبد الرحمن عيسى كان عايز يضيفه قبل ما نكمل الفورم، فيقدر يتكلم وبعد كده ايه نكمل الفورم بتاعي.
طب السلام عليكم يا شباب. انا بس كنت عاوز اقول كلمتين يعني بس كده صراع بس يعني. هي شوية نصايح عموما برا سياق الدراسة والمواد يعني. اول حاجة حتة الحضور، ان يا جماعة مش معنى ان كل الفيديوهات وكل الكونتنت والماتيريال موجود اونلاين والشغل ده، ان احنا برضو ايه حضورنا واعدادنا تقل شوية في الكلية. ليه؟ لان الموضوع دوت برضو بيأثر على الدكاترة، لان الدكاترة برضو ممكن حتى تلاقي الدكتور ما بيعترضش، لكن ممكن تلاقيه مع نفسه مثلا اتضايق شوية، وممكن الضيق دوت ينعكس على الامتحان اللي هيحطه. فدي نقطة اللي هو لو انت تقدر تحضر ماشي، انت لو ساكن بعيد خلاص يبقى انت ماشي ليك عذرك، حاول ان انت تحضر على قد ما تقدر بس في حدودك، لو قادر لو قريب من الكلية حاول برضو ان انت تيجي على قد ما تقدر. بس دي بالنسبة لحتة الحضور، علشان دي بتفرق مع الدكاترة. في دكاترة ما كانوش بياخدوا حضور، كل الدكاترة عموما في السنة بتاعتنا عموما ما كانوش بياخدوا حضور غير إلا دكتورين بس كده مثلا على مدار السنة، تمام؟ الباقي كله كان مثلا ساعات لو العدد كان قليل كان ينبه بس على حتة الحضور دي، يقول لنا احنا المناديب يعني ان بس ايه الحضور، انا حاسس ان الحضور قل شوية. بس دي بالنسبة لحتة الحضور. والحتة التانية دي برضو حتة الاهم بقى بالنسبة لي، ان حتة ايه المساعدة، ان انت برضو يا شباب حاول ان انت دايما تساعد غيرك، تمام؟ وما تبخلش بمعلومة على غيرك، تمام؟ ليه؟ يعني انتوا مثلا قدامي 19 او 18، بقيتوا 18 دلوقتي ماشي، انتوا دلوقتي اللي موجودين بس في السيشن، واللي مثلا من اول السيشن قول مثلا 20 22 كانوا موجودين في السيشن وسمعوا الكلام من اوله لاخره. مثلا انت استفدت بمعلومتين ايا كان العدد اللي انت استفدت منه، ما تخرجش من السيشن مثلا تقول انا حضرت، انا ايه اللي يخليني اساوي نفسي باللي ما حضرش، اللي ما حضرش بقى ما استفادش يبقى خلاص بقى هو الخسران. محدش عارف يا جدعان ظروف اللي ما حضروش ايا كان يعني، هي كده كده السيشن هتتسجل وهتنزل. بس عموما يعني حتى لو حد ما شافش عموما السيشن دي، بس انتوا اللي حضرتوا، حد منكم لقط حاجه من البشمهندسين قالوها، حاجه مفيده، حاجه حاسس ان هي هتفرق معاه، برضو حاول ان انت تقولها لزمايلك وتفيدها بيهم، وان انت تشارك الافاده يعني على قد ما تقدر، لان دي حاجه هتنعكس عليك اكتر من مذاكرتك شخصيا. يعني انا اساسا انا شايف ان انا من وانا في الثانويه عامه لحد ما انا موجود دلوقتي اللي انا فيه ده كله بسبب كرم ربنا اكتر من بكتير من المجهود اللي انا كنت بعمله انا في ثانويه عامه. المجهود اللي انا كنت شايف يعني اللي انا كنت عامله ما كانش مخليني متخيل ان انا اجيب هندسه القاهره. وانا في اعدادي المجهود اللي انا كنت عامله ما كانش مخليني متخيل ان انا اوصل لاتصالات، وان انا ابقى فارق بكام درجه عن حاسبات. يعني ما كنتش متخيل خالص ان انا اوصل للمستوى ده. ده كله بسبب ايه؟ بسبب كرم ربنا بس مش اكتر. ده بسبب ان انا كنت بحب ان انا لو في عندي سؤال قادر اشرحه لغيري بشرحه كده. ان ده بسبب ايه؟ كله يعني من حتة كرم ربنا. فبس دي حتة برضو حبيت انبه عليها. وفي النهاية برضو حتة ان شاء الله ما تلاقوش يعني من ناحية التعامل مع الدكاترة والمعيدين، الدكاترة كلهم عموما يعني كويسين اللي جوه القسم، والمعيدين برضو شباب ممكن جدا يعني عادي تتكلم معاهم وكده. ان انت بس حاول، اهم حاجة بس ان انت تبقى حافظ حدود الاحترام ما بينك وما بينه وكده، لكن غير كده انت عادي هتحس ان هو اخوك الكبير وتقدر تتكلم معاه وتخزره عادي في بره يعني لما تخلصوا مثلا بعد السيكشن لو واقفين بتتناقشوا في حاجة وكده. وبس يعني، واتمنى ان شاء الله ان هي تكون سنه سعيده عليكم وبالتوفيق ان شاء الله. يعني اتفضل يا باشمهندس يوسف كمل. باشمهندس ماشي. شكرا يا باشمهندس عبد الرحمن بقى. يا عم انت هتتريق عليا خلاص. ماشي يا عم. بتريق والله. ماشي ماشي. انا مش عارف انا اتكلمت جد قوي كده ليه يعني، مع ان انا اكتر واحد كنت بقول السيشن دي. يلا ماشي باشمهندس. وكلنا بنهزر. طب نرجع تاني للأسئلة.
الجزء اللي بعد كده المواد اللي نذاكرها من المرجع. بص هو زي ما يوسف احمد قال، المرجع هو كلمة كبيرة كده، بس ايه يعني انت ممكن تخش تبص بصة والله انت عارف تذاكر من المرجع وعارف تفهم منه تمام، مش حاسس ان هو من الاخر جاي معاك سكة، ففكك منه خالص وايه خليك في السلايدز وخليك في المحتوى اللي الدكتور بيديهولك. المحتوى اللي الدكتور بيديهولك هو ده اللي بتسأل عليه في الآخر، بس المرجع هيفهمك تفاصيل أكتر. المرجع هيخليك بعدين، عشان كل الكورسات تقريبا بتاعت أولى بتبقى تأسيسية لبعد كده، فخلي كل حاجة من الحاجات دي هي اللي بتخليك بعدين تبقى أحسن وبتخليك فاهم الكورسات اللي بعد كده. تمام. في جزء تاني. معلش يا كرامي، هضيف حته بس عليك في حته المرجع. بص، هو المرجع عشان برضو يعني لو انتوا عايزين تفهموه اكتر، تخيلوه هو المعاصر والامتحان بتاع ثانويه عامه، بس هو كبر شويه وبقى فيه اجزاء كتيره مش كلها بناخدها، اجزاء معينه بس بنختار منها، الدكتور بيختار منها هي اللي بندرسها. فهو برضو بيدي امثله كتير على كل جزء، وفي اسئله في الاخر كتير. هي في نفس الفكره، ممكن حد كان ايام ثانوي بيذاكر من منظمه المدرس بس ما يذاكرش من الكتاب الخارجي، هي نفس الفكره دي. فيعني ايه، انت واختياراتك في الاخر او اللي انت تقدر تتعود عليه يعني. بالظبط. وحاجة كمان، عشان كان في كذا حد سأل عن طريقة المذاكرة، خليك في المذاكرة ذكي كفاية إنك تبقى عارف الدكتور اللي قدامك بيأكد على إيه. ده هتعرفه منين؟ هتعرفه من ناحية الدكاترة بتأكد على إيه. بص على فاينالات، اسمع يعني في السيشن دي وفي سيشن كانت معمولة ساعتنا إحنا، خش اسمع المواد كل دكتور مهتم بإيه، كل دكتور محتاج في الآخر بيسألك على إيه. ده لو ده عشان أنت إيه تجيب درجات كويس. طب لازم في نفس الوقت تبقى فاهم الكونتنت كويس. الكونتنت ده هو ده اللي بيفرق كل واحد عن التاني في الأول في الآخر. أنت لازم تبقى فاهم كل حاجة من الحاجات اللي أنت بتاخدها دي بشكل مبسط جدا، وحاول أي معلومة تاخدها زي ما عبد الرحمن حيزة قال إن أنت تقولها للي جنبك أو تشرحها للي حواليك. ده فعلا هو اللي بيفرق، وهو ده اللي كل ما بتشرح حاجة كل ما الموضوع بيبقى مبسط في دماغك أكتر. أي حاجة أنت اتعلمتها وشرحتها أنت خلاص مش محتاج يعني تقعد تراجع عليها تاني، لأن هي فعلا فضلت في دماغك. الجزء اللي بعدها، امتى لازم ابدا انزل تدريبات وازاي الاقيها. التدريبات، بص الكليه بتفرض عليك ان انت قبل تالتة يبقى معاك شهر تدريب، وبعد تالتة يبقى معاك شهر. طب ده معناه ايه؟ شهر مش لازم ان التدريب كله يبقى شهر، لا ممكن اسبوع في مكان معين واسبوع في مكان تاني ايا كان يعني. تمام. التدريبات دي كلها هو انا قلت لك اجازه اولى اجازه تانية تاخد فيهم الشهر التدريب ده او الاربع اسابيع التدريب، بعد كده اجازه تالتة ورابعه تاخد فيها الاسبوع التدريب التاني. طب هتلاقي التدريبات ازاي؟ التدريبات في اولى تبقى صعبه، وليه؟ عشان انت فعلا انت ما خدتش اي حاجه، او المحتوى بتاعك او الحاجات اللي انت بتعرف تعملها بسيطه جدا جدا. تمام. هتلاقي في تدريبات بتنزل من خلال الـ المندوب بتاعكو. ده بتبقى من خلال ايه؟ من خلال القسم، رئيس القسم، او من خلال الكلية عامة. ماشي. الحاجات دي ممكن في حاجات منها بتبقى زي هيئة السكة الحديد، في كذا حاجة تانية كده هتحس ان هي لا ما ممكن ما تكونش مفيدة قوي، بس انت بتضمن بيها اسبوع او اسبوعين تدريب، لان مش بيبقى سهل في اولى انك تلاقي تدريب على طول. تمام. وحاول في نفس الوقت تعمل علاقات مع الناس اللي في الشركات. ماشي. يعني انا مثلا كنت عارف حد في اورنج، هو عمل لي ريفيرال، رحت اتدربت في اورنج. الحوار ده كله بيحصل ازاي؟ هو دي ما بتبقاش فكرة ان انت ايه بتروح وخلاص او بتتفرج وخلاص، لا هي فعلا هي بتفيدك في الاخر. كل حاجة او كل التعامل مع بشر
انت بتبنيه ده بيفرق لك بعد كده، بيبتدي يأثر في حياتك بعد كده. الريفيرلز عشان برضه انا ما كنتش فاهم ده ساعة لما حضرت السيشن، يعني ايه ريفيرل؟ يعني دلوقتي في شركات ما بتنزلش اصلا تقديم، ليه؟ بتبعت للموظفين بتوعها بيقولوا لو عندكم حد ابعتوا لنا السي في بتاعه، هما بعد كده يفلتروا السيفيهات دي كلها ويشوفوا ويجيبوهم في انترفيو، بعد ما تعدي الانترفيو تخش. فهي ما بتبقاش شكل الواسطة، لا هي كل حد عارف حد فبيبعت السي في بتاعه، بيعدي على فلتريشن بكذا طريقة، مش شرط ان انت خلاص كده ما دام اتبعت السي في يبقى انت دخلت وخلاص. تمام. معلش اني طولت في الجزء ده، بس يعني ايه حوار التدريبات مهم عشان تضمن بيه الشهادة في الآخر. الشهادة بتاعت البكالوريوس ما بتطلعش غير لازم لما تخلص الحاجتين بالظبط. تمام. جزء الـ student activities هو ساندي هتخش تتكلم معانا عن IEEE، وبعد كده أقدر أكلمكوا عن الـ student activities كلها والتطوع وإيه اللي إحنا بنستفاده بالظبط. طب خلاص يوسف، ممكن لو عايز تتكلم عن student activities الأول عشان يبقى انترو أحسن يعني. هو ماشي تمام. تمام. هو الجزء بتاع الـ student activities هو دلوقتي إحنا اللي بيفرق ما بيننا وما بين بعض، إحنا في الأول في الآخر إحنا خدنا نفس الـ content، فاللي بيفرقنا عن بعض الـ soft skills أو طريقة التعامل ما بيننا وما بين بعض. وطريقة ان انا اعرض فكرتي، اعرض كل حاجة انا عارفها. تمام. فده هعرف ازاي اعمله، بيبقى من خلال حاجات كتير، سواء من خلال الكلية اللي هو الكورسات زي scientific thinking او entrepreneurship اللي هم بينظموا دماغك وازاي تفكر وازاي تتعامل، او من خلال حاجات برة الكلية. حاجات اللي برة الكلية دي اللي هي زي المشاريع التطوع، قصدي الـ student activities عامة، اللي هي زي IEEE، زي STB، زي حاجات كتير، زي Formula 1، زي EcoShell. كل الحاجات دي هي بتديك في الأول بتخش معهم في التيمات وتبتدي تتعامل وتتعرف على ناس تانية في التيم بتاعك، وبعد كده تبتدي تتعامل مع التيمات التانية وتشوف هما بيتعاملوا مع بعض ازاي. بعد كده تبتدي تشوف اكتر التفاصيل ما بين كل تيمات وبعض، والهيراركي او الشكل بتاع التنظيم بتاع student activity، مين الهيد. لازم في الاول لما تعرف حاجة او تعرف معلومة تأكد على الهيد او تقول له الحاجة دي حصلت كده، بعد كده الهيد بيبلغها للأعلى منه وهكذا. كل ده الشركات هي بتمشي كده، الشركات ما بتبقاش شخص واحد هو اللي عارف كل المعلومات وخلاص، لا هو بتمشي في حد، بعد كده في هيد، بعد كده في بريزيدنت وهكذا. ماشي. طب ايه لازمة الستودنت اكتيفيتي من الاخر؟ ان هي بتخلي شخصيتك احسن، بتخلي ان انت تعرف تتعامل مع ناس احسن، تقدر تتكلم مع ناس بشكل افضل، وتقدر تعرض فكرتك او البريزنتيشن سكيلز بتاعتك تتطور، و public speaking مثلا ان انت تتكلم قدام ناس كتير من غير ما تتوتر، من غير ما يبقى مكسوف ان حد يسألك او حد يقطعك او حد يتكلم معاك او اي حاجة من التفاصيل دي كلها. تمام. وساندي هتبتدي تتكلم معانا عن التفاصيل دي بشكل اكتر في IEEE عشان هي سكرتاري بتاعت IEEE السنة دي. ازيكم يا شباب. تكملة يعني على كلام يوسف، هو IEEE بقى يعني واحد من الستودنت اكتيفيتيز ده. IEEE هي اصلا اورجانيزيشن عالمية، الكلمة اختصار Institute of Electrical and Electronics Engineers. تمام. فجزء من الستراكشر بتاعها هي يعني متقسمة بقى لكذا حاجة، اللي هو ايه الستودنت برانش. فالستودنت برانش ده يعني في IEEE في كل جامعة، فاحنا عندنا برانش جامعة القاهرة. يعني مش عايز اطول في الانترودكشن عن IEEE عشان برضو تبقوا عارفين ده ايه. احنا عندنا برانش جامعة القاهرة، ده اول برانش اتعمل في مصر. طيب ايه الحاجات اللي بيقدموها للناس؟ اول حاجة هي الوركشوبس. هتلاقي عندنا 15، يعني تبدأ من 15 وممكن تزيد كل سيزون على حسب، تكنيكال وركشوبس. الحاجات دي بتبقى فري. تمام. طيب احنا كاتصالات ممكن نستفاد من انهي وركشوبس؟ بتلاقي ان عندنا مثلا امبيدد،
في نتورك، في ديجيتال وانالوج الكترونكس، ده كاتصالات. وفي بقى حاجات تانية كتير يعني مثلا في ويب ديفلوبمنت، في بروبلم سولفنج، في اي اي، حاجات مثلا باور اوتوميشن. هو عموما اصلا اي تريبل اي هي مركزه على اربع اقسام: اتصالات وكهرباء وحاسبات وطبيه واي حاجه ليها علاقه بيهم، يعني مثلا ميكاترونكس، كمبيوتر ساينس كده يعني. بس ده كده التكنيكال وركشوبس، وكل وركشوب بيبقى ليها شهاده، وبيبقى في مشروع في بعض الوركشوبس مش كلها. بتقدموا عليها امتى وازاي؟ تقدموا عليها من على البيج، بينزل فورم بتقدموا عليها، وبعد كده حد بيكلمكم يعمل معاكم انترفيو بسيط، عشان هي بس الحاجات دي بتبقى فري، فهم بيبقوا عايزين يعرفوا مين الاشخاص اللي تستحق ده. ساعات ممكن حد اوفر كواليفايد مثلا، فعشان كده يعني بيبقوا عايزين يدول اكتر ناس تستحق ده. تنزل امتى؟ يعني في الترم الاولاني، مش في اوله يعني، يا في اخره يا في نصه، بصراحه مش قادره احدد معايا، بس هي مش في اوله يعني. بس انا هبقى ابعت لكم في الشات لينك البيج ده كده، وهبعت لكم برده لينك السايت فيه كل بقى الورك شوبس بتفاصيلها. ده كده الحاجات اللي بيقدموها للناس. تمام، بيبقى فيه برده ايفنتس، مسابقات، يعني كل سيزون بقى على حسب ايه البورد الموجود. ايه يا ربي، بس الاساسي هو الورك شوبس. تمام، بقى فيه برده ايفنتات معظم يعني اونلاين او اوفلاين. سافت مثلا كان في ايفنت عن السايبر سيكيورتي. تمام، انت بقى لو عايز تبقى فولنتير معاهم وتدخل الستودنت اكتيفيتي ده، فقدامك يا اما تدخل تكنيكال يا نون تكنيكال. تكنيكال هتدخل انستراكتور، ان انت تدي الوركشوبس اللي بيعملوها، وممكن تدخل برضو في تيم الاي تي اللي بيظبط السايت بتاع اي تريبل اي وحاجات زي كده. فانت تدخل يعني انستراكتور في اي وركشوب، بنقعد من الفتره اللي هي اول ما السيزون يبدا لحد ما الوركشوبس تبدا. الوركشوبس عاده بتبدا في نص السنه، تقعد بقى حبه في الترم الثاني، حاجه بتخلص بسرعه، حاجات بتطول شويه. دي بتبقى فتره كلها بروفوت، ان انت بتقعدوا بقى تتدربوا مع الهيد على كل سيشن، انت بتقسموا ايه التوبكس اللي هتاخدها على حسب بقى الهيد بينظم الدنيا ازاي. ده الجزء التكنيكال. النون تكنيكال بقى ممكن تخش مثلا بابليك ريليشنز، في اتش ار، اف ار، او سي، يعني حاجات كتير. انا مش عايزه يعني ارغي عن التفاصيل بتاع، يعني لو حد عنده سؤال في كوميتي معين ممكن اقوله، بس عشان خلاص ما اطولش عليكم. بس هو يعني في نون تكنيكال كوميتيز كتير. انا السنه اللي فاتت كنت بي ار ممبر، ويعني انا كانت اكتر نقطه مخوفاني قبل ما اخش هو حته الوقت، ان انا خايفه. اول حاجه كنت مخضوضه من القسم، ان هو اصعب قسم ومش هلاقي وقت اعمله وكل الكلام ده. بس هو لا، بصراحه الموضوع ما خدش يعني وقت كبير، يعني الوقت اللي خده قصاد اللي انت اتعلمته يعني كان معقول. هو يعني احنا في ده في معظم الكوميتيز تقريبا، ان انت بتمشي في الاول حته جزء كده اللي هو الفيز ليرنينج، بيقعد يدوك سيشنز عن لينكد ان، ازاي تكتب ايميل، ازاي تعمل سي في صح، ازاي تتكلم مثلا انت عايز تجيب سبيكر. طبعا بيبقى في حاجات مخصوصه لكل كوميتي. فاحنا مثلا بي ار، طب انا دلوقتي عايز اجيب سبيكر، اكلمه ازاي؟ عايز اعمل ديل مع ورك سبيس انه احجز مكان فيها وتديني الموضوع بسعر كويس، عشان فده يعني بيخلي عندك حته نيجوشيشن سكيلز وكده. بس يعني ومثلا عملنا ايفنت فانت بتكلم السبيكر، يعني ده كان جزء البي ار. فده كده باختصار يعني عن اي تريبل اي. فلو حد عنده اي سؤال يقدر يقول يعني. طب وانت مستفيده من التجربه عامه؟ هو بصراحه انا استفدت وبسطت يعني السيزون اللي فات، يعني قدمت مدى السيزون ده. يعني هي الفكره، انا كنت شايفه انه مثلا الوقت اللي قضيته قصاد اللي اتعلمته كويس، وبعدين كانت حاجه كويسه ان انت ممكن يعني بتطلع بعلاقات جوه الكليه شويه. يعني مش ان هو معظم الناس، هو اي تريبل اي عامه بتقبل ناس من بره، بس انت بيبقى معاك عدد كويس من الكليه، فدي بتبقى حاجه حلوه برضو. تمام، طب حد عنده اي سؤال؟ انا هبعت لكم لينك البيج الفيس دي اللي بينزل عليها كل الانونسمنت، سواء ان التقديم مثلا بتاع الورك شوبس، او اللي عايز يقدم بقى في الستودنت اكتيفيتي نفسه. وبعد كده لينك السايت فيه بقى التفاصيل بتاع كل ورك شوب والتفاصيل بتاع كل كوميتي. انا عندي سؤال، لو هنقدم الاستراكتور اسمه ايه، المتطلبات فين؟ ولا عشان دورت قبل كده ما لقيتهاش. موجوده، هي بتبقى موجوده في السايت، يعني ايه الحاجات اللي هتتشرح، فبتشوف مثلا بقى انت الحاجات دي عندك خبره معاها ولا لا او كده، هتلاقيها في الورك شوب، في الديسكريبشن بتاع الورك شوبس. وبرده ممكن ابعت لك لينك مثلا ايفنت كانوا يعني الكامبين بتاع الانستراكتورز والممبرز، تشوف الجوب ديسكريبشن فيها. ايوه انا عايز الجوب ديسكريبشن دي، عشان انا لقيتها في اسمه ايه انيرشيا، ما لقيتهاش في اي تريبل دي. طيب انا هبعت لينك كامبين معموله قبل كده، بس
ثانية واحدة. وفي حاجة تانية برضو حابة أضيفها، إن هو بيبقى فيه تكنيكال وركشوبس، سوري نون تكنيكال، بيبقوا حوالي مثلا 10 في حاجات بقى زي التايم مانجمنت، التكنيكال رايتنج، الايموشنال انتليجنس، الاكسل، الفوتوشوب كده يعني. وده اللي هو اللينك اللي لسه بعتاه ده، كان فيه هتلاقي فيه في البوست ديسكريبشن يعني ال جوب ديسكريبشن. تمام. طب حد عنده اي سؤال تاني بالنسبه للاي تريبل اي؟ طب معلش ان احنا طولنا عليكم، واخر جزء بس كنت عايز اكد عليه، كلنا بنذاكر، كلنا بنعمل اللي علينا، كلنا في الاخر بنخش الميدتيرم او الفاينل وربنا بيوفقنا ايا كان اللي بتوصل له في الاخر، ده رزقك وده الخير ليك بعد كده ايا كان. فما فيش اي امتحان سواء الكويزز او الميدتيرم او الفاينل، اي امتحان من دول بعده تتضايق او تزعل لاي حاجه حصلت فيه، لان فعلا ده اللي بيبقى الخير ليك بعد كده. ربنا شايف تعبك وشايف مجهودك وهيرزقك بيه ايا كان، مش شرط درجات، ممكن شغل، ممكن رزق باي شكل من الاشكال، وانواع الرزق كتير جدا. فبجد حاولوا تعملوا اللي عليكم، وما فيش اي حاجه تانية تهتموا بيها بعد كده، ولا درجات، ولا تشيل هم الشغل بعد كده، ولا تشيل هم اي حاجه تانية. وحاول دايما توفر وقت ليك في الاسبوع، مش شرط كل يوم بس في الاسبوع، انك تخرج مع اصحابك تشوف انت هتتبسط ازاي، بس لازم ده دايما، عشان ده فعلا اللي بيفرق في الاخر، ده اللي بيفرق لراحتك انت، وان انت تعرف تأدي احسن في كل حاجة. حاول دايما ان يبقى في عندك حياة برا الكلية وبرا الدراسة وبرا كل حاجة قدام الكتاب، ده حاجة مهمة جدا جدا جدا، تمام؟ وحاول تتعرف على ناس كتير جدا، مش شرط من الكلية، حاول برا الكلية، وحاول جوا الكلية تتعرف على دفعتك كلها، حاول تتعامل مع دفعتك كلها وتتعامل معهم وتشوف كل واحد طريقة التعامل المناسبة، ده بيفرق جدا في شخصيتك بعدين، تمام؟ ده حابب أأكد عليه. ولو حد عنده أي كلام تاني يحب يقوله في الآخر، تمام. بشكركم جدا العشرة اللي اتبقوا في الآخر، شكرا جدا على وجودكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا. لو حد حابب يفتح المايك ويسأل أي حاجة في الآخر، شكرا جدا انتوا ليكم، وشكرا لكل اللي عملوا السيشن دي، سواء أحمد طارق، ساندي، يوسف أحمد، عصام، ومحمد مبروك، وعبد الرحمن عيسى. بجد السيشن ما كانتش هتطلع بالشكل ده غير بيكو، ولو حد عنده أي سؤال يبعت لنا، احنا كلنا موجودين في الجروب بتاع ETE Seekers، يخش يسأل على طول، أي حد فينا يخش يسأل في الجروب على طول وزي الفل، تمام؟ في بس سؤال أنا لقطته، ثانية واحدة. كنت عايز أسأل بس على لاب، هل لازم في أولى ولا عادي؟ هو اللاب في أولى مهمته بس إن أنت مذاكرتك كلها بتبقى من على لاب أو كمبيوتر، ماشي؟ فلو عندك بي سي تمام، لو ما عندكش فحاول تجيب لاب، ماشي؟ لو ما فيش إمكانية لده برضو، في المعامل بتاعة الكمبيوتر اللي موجودة في القسم عندنا، اسأل عنها وتعرف تقعد فيها فترة، بس يعني هي المشكلة ان العامل بيقفل 2 3 4 حاجة في الرينج ده، ماشي؟ على حسب كل يوم هو عنده حاجة ولا لا، تمام؟ فحاولوا دايما يعني زي الحوار بتاع اللاب ده، عشان هقول حاجة كمان، لو في حد مش عارف يختار اللاب، في سيشن كانت اتعملت من مندوب طبية يوسف ابو العيلة، ممكن ابقى ابعتها لكم على الجروب، وكان عامل برزنتيشن تفهمك كل حاجة، الفرق ما بينهم وما بين بعض، عشان تقدر تختار اللاب بتاعك، تمام؟ انا كده جاوبت على السؤال بتاع
بجد شكرا لكل حضر ونورتوا القسم، وحاولوا كلكم يعني ايه تساعدوا بعض وتعرفوا تواصلوا مع بعض بشكل كويس. وفي حاجة كمان بس يعني عشان المندوب عامة، حاولوا دايما لو في اي مشكلة او في اي حاجة حابين تتكلموا معاه عنها لازم تتكلموا معاه، عشان هو في الاول في الاخر هو اللي بيتواصل مع الدكاترة والمعيدين، هو ده اللي بيقدر يحللكوا المشاكل دي. فبجد حاولوا دايما ايه تروحوا له وتتكلموا معاه تمام، وحاولوا دايما اي حد بيساعد تقدروا المساعدة دي وتشكروه عليها. ومش قصدي هنا على السيشن اصلا، انا قصدي عليكم انتوا طول السنة مع بعض تيمات المواد. اي حد ساعد حاولوا دايما تقدروا مساعدته، لان ده فعلا اللي بيفرق، وده اللي بيخليه يقدر يكمل ويقدر يساعد اكتر ويقدر يدي اكتر. ماشي، وشكرا جدا لكم، معلش على الكلوجر الطويل قوي ده، بس بجد شكرا جدا لكم، نورتوا القسم. لو في حد حابب يقول اي حاجه اخيره، سلام.